صباح النور زهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر، التاسعة بتوقيت فلسطين الحبيبة على قلوب كل الجزائريين وكل الأحرار في هذا العالم. بالمناسبة الحديث عن الحرية اليوم نحتفل وإياكم ونحيي الذكرى 69 لذكرى اندلاع الثورة المجيدة التحريرية. لماذا الجزائري يتضامن مع فلسطين ولماذا يحمل القضية الفلسطينية في قلبه؟ ببساطة لأنه شعب حر، ببساطة لأنه شعب كافح، وببساطة لأنه شعب طار في وجه المستعمر. وبهذا سنقف مع القضية الفلسطينية في أعيادنا وفي كل مناسباتنا المجيدة. نقف وكما وقفنا دائما، والقضية الفلسطينية تخلق ديما معنا ونحسها أنه خلقت معنا صراحة، والقضية الفلسطينية تبنتها الدولة وتبناها الشعب الجزائري، ناضلوا على حريتهم كما ناضل الشعب الجزائري، فخورين بتاريخنا وبثوارنا وبشهدائنا لليوم نترحموا عليهم، وفخورين دائما بالاحتفال بعيد ميلاده هذا 69 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية المجيدة. طبعا اعطيني الصواريخ تاعك نعطيك القفه تاعي، راني نكافح على بلادي من خلالها وراني ندافع على بلادي من خلالها. هكذا كل حركات المقاومه انطلقت بتسميه انها فلاقه وبتسميه انها حركات ارهابيه وبتسميه انها مقاومات هكذا بسيطه، ولكن كل الثورات العظيمه التي تنال الحريه والاستقلال تبدا بهكذا. فالمجد والخلود لشهدائنا الابرار، وان شاء الله العزه والجلال لكل من ناضلوا وحاربوا وكافحوا وسقطوا واستشهدوا وارتقوا في هذا الوطن الحبيب. وندعو من خلال هذا اليوم مع تواصل العدوان والدمار على غزة الحبيبة في يومها 25 أن يرحم شهدائهم وأن يشافي مرضاهم وأن يقوي ويضمد جراح الناس اللي فقدت الأعزاز عليها. تقريب حوالي 9000 شهيد، ولكن دائما ما نقولوها أنه مقابل كل شهيد يرتقي ولادة طفل، ولادة طفل يحمل في قلبه القضية الفلسطينية وروح المقاومة والكفاح. لوعد الله لا يخلف وعده أن هذه الأرض الطيبة الطاهرة سترجع بحول الله. أمين يا رب العالمين. وباسم التضحية وباسم الشهداء وباسم ثورة التحرير الجزائرية، مشاهدينا الكرام نرحب وإياكم في عددنا اليوم اللي راح تكون فيه بصمة طبعاً عن الاندلاع ثورة التحريرية الجزائرية. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وإن شاء الله اليوم نمد لكم فسحة أمل، وإن شاء الله تكون بشارة خير ولما لا بادرة خير على وقف إطلاق النار على فلسطين إن شاء الله يا رب العالمين. فمشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم، ونبدأ مباشرة بعناوين نهار اليوم. يلا. إذا المشاهدين الكرام متواصلين معكم، كانوا هذو فقط عناوين وبعض العناوين اللي راح نتناولوها معنا اليوم. المزيد من المواضيع في هذا العدد فابقوا معنا، راجعين لكم بعد هذا الفاصل. عاشت كل الأوطان العربية والمسلمة آمنة مطمئنة هي وشعوبها. نلتقي بكم في هذا العديد من خلال هذا العدد الخاص مع إحياء الذكرى 69 لذكرى اندلاع الثورة. خلينا نقولوا باللي اتباعا لتعليمات رئيس الجمهورية كل الاحتفالات والتنظيمات اللي كانت راح تكون في هذا اليوم تم إلغاءها تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يعانيه في هذه الأيام. ربي قويهم يكون معهم في هذا المصيبة ولا هذا العدوان اللي راهم يعيشوا فيه. ولكن فقراتنا خلينا نقول أنها راح تناسب ما نعيشه في هذه الأحداث وهذه الأيام من خلال كل وقفة وكل محطة في كل اختصاص راح نتناولها. أول فقراتنا هي فقرة الدين طبعا وفقرة تطمئن القلوب. نهار اليوم يحضر معنا فيها الشيخ حمزة الزار. صباح الخير شيخنا. مشاهد الكريم صبحكم الله بالخير والبركة، منورنا في هذا الصباح. شيخنا، الله عز وجل في كتابه الكريم يقول في آياته ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومن بين المراتب والدرجات العليا في الجنة ينالها أناس الذين ينالوا الشهادة في الحياة، صح؟ فما هي هذه المرتبة وكيف ينالها المسلم وما هي خصالها؟ أحسنت أخي صلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها الأحباب أيها الكرام، أزف لكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أننا اليوم في يوم عظيم ويوم من أيام الله سبحانه وتعالى، هو القائل في كتابه وذكرهم بأيام الله، وهذه الذكرى المباركة المجيدة لثورتنا يعني التي سطرها رجال أبطال أفذاذ، يعني تستقى منها العبر. لهذا اخترت اليوم أن ألج روضة الشهداء
وأن أتحدث وأعطر كلامي ونفسي بمآثرهم. نعم. ومقام الشهداء أخي صلاح أخي المشاهد كما تعلم من أعظم المقامات عند المولى سبحانه نعم. وتعالى، فهي تورث الجنات ورضا رب العباد، لأن هذا الشهيد يعني يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة التوحيد. نعم. هؤلاء الذين بذلوا النفس والنفيس والغالي والرخيص وقدموا دماءهم، يعني تجد هذه الأراضي ارتوت يعني بدمائهم. نعم. إلا نصرة لهذا الدين ونصرة كذلك للأرض والوطن، لأنك لو تتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وهو القائل جل وعلا: وقالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فقدم الديار على الأبناء لشرفها. نعم. لهذا يقول النضر بن شميل وهو يتحدث عن تسمية سبب تسمية الشهيد، قال: لأنه حي، بمعنى أن أرواحهم شهدت وحضرت دار الإسلام التي هي الجنة، وأرواح غيرهم لم تشهدها بعد وإنما تشهدها يوم القيامة. وقال ابن الأنباري رحمة الله عليه: لأن الله تعالى وملائكته يشهدون له بالجنة. وقيل كذلك في تسمية الشهيد: لأنه رأى ما أعد الله سبحانه وتعالى له من الثواب والكرامة عنده، وروحه يعني تخرج منه فرأى هذا. لهذا أخي صلاح يعني القرآن الكريم يعني استفاض بكثير من الأوصاف التي تخص الشهيد. نعم. منها يعني أنهم أحياء عند ربهم يرزقون كما قدمت. ربنا تعالى يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال في مقام آخر الله عز وجل قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. لهذا يقول الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: ما لي أراك منكسر يا جابر منكسرا؟ فقال جابر رضي الله عنه: استشهد أبي، قتل يوم أحد، وترك عيالا ودينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فإن الله سبحانه وتعالى قال أحيا أباك، فكلمه كفاحا، كفاحا يعني مباشرة مواجهة من غير حجاب. والله عز وجل يقول: وما كان الله لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. صح. لكن العلماء وجهوا هذا الحديث، قال: كلمه كفاحا في البرزخ لأنه أحياه. نعم. صح. أحياه. صح. نعم. فهو حي. نعم. فكلمه. صح. بارك الله فيك. فكلمه في البرزخ، فقال: فإن الله سبحانه وتعالى أحيا أباك، فكلمه كفاحا. فقال له: تمنى، يعني تمنى أعطيك. الله عز وجل قال لوالده، قال: تمنى أعطيك. فقال: أن تردني إلى الدنيا وأقتل، يعني أقتل مرة أخرى. نعم. نعم، أقتل مرة أخرى. فقال الله جل وعلا، قال: قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. بعد فقال له ذلك الصحابي: أعلم من بعدي. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. يعني هذا هو موضع نزول الآية. نعم، موضع وسبب نزول الآية. صح. نعم. صح. لهذا الشهادة في سبيل الله من أعظم المقامات، والله سبحانه وتعالى لا يخص بها أي شخص، يعني وإنما خص بها نخبة من عباده، لأنه هو القائل سبحانه وتعالى: ويتخذ منكم شهداء. الله عز وجل نعم اختار نخبة من عباده واصطفاهم لنيل هذه الشهادة، فهي ليست بالهينة لعلوها ولعظمها ولمقامها. لهذا الإنسان لو خير أخي صلاح بين البقاء في قبره والرجوع إلى أهله، لا خير الرجوع إلى أهله، لما يعني أمده الله عز وجل في هذه الدنيا من فضائل عظيمة ومنن ونعم كبيرة. إلا الشهيد. نعم. إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل مرة ثانية ومرات وكرات. لهذا كفى بذلك فضلا وشرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم
تمنى لو نال الشهادة، وتمنى لو قتل مرات ومرات، وهو القائل: والذي نفسي بيده، وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن مقامات وخصال وكرامات هذا الشهيد، فيقول: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له من أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، نعم، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، يا الله. نعم، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع 70 من أقاربه، يشفع يعني شفيع لهم، يعني يحاج ويدافع عنهم. تصور هذه الخصال. الله، هي نقولها احنا في المعتقد تاعنا انه يدخل 70 معاه الجنة. بارك الله فيك. نعم، إيه؟ نعم، هذا نعم، يعني سبحان الله العظيم، يعني هذا مقام عظيم يناله يعني الشهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني ونحن يعني شهداؤنا وثوارنا، يعني الله عز وجل قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يعني الله عز وجل وصفهم قال: جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. صح، أنت تعد العدة بالمال والنفس، يعني أغلى شيء ممكن يكسبه الإنسان. صح، نعم، المال والنفس، لأن المال تحتاجه لإعداد العدة، ما تروا الآن يعني من طائرات ومن دبابات ومن أسلحة كذا. لهذا أخي صلاح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان فصعد به إلى شجرة، يعني ملكان، فأرياه دارا، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصفها، قال: ما رأيت أفضل ولا أحسن قط منها، وهي دار الشهداء. يا الله، الله عز وجل خصهم بالجنة، يعني بدار سماها بدار الشهداء. لهذا كانت هذه التوجيهات النبوية في زمنه يعني للصحابة تشحذ الهمم. وربنا تعالى سبحان الله العظيم في كتاب حين أراد أن يشحذ همم عباده لطاعته وطاعة نبيه، ذكرهم بأن مقامهم سيكون مع الشهداء، هذا أهل الطاعة فقط. طيب، ومن يطع، قال عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يعني إذا كنت من أهل الطاعة فبإذن الله سبحانه وتعالى ستحشر مع الشهداء في رتبتهم. إيه؟ تصور. نعم، لأنهم في مقام عال. عندي سؤال شيخ، سامحني، هل الشهادة فقط ينالها المجاهد والمحارب؟ نعم. ولا في مواضع أخرى لما الإنسان يموت؟ نعم، عليها نسميه شهيد. نعم، الشهيد الشهادة يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث أخرى. طيب، قال: نعم، المبطون شهيد، الذي يموت بداء البطن شهيد. طيب، والغرق شهيد، والهدم شهيد، والردم الذي يموت به، لكن الذي خص الله عز وجل بهذه الخصال هو شهيد المعركة في سبيل الله، شهيد المعركة الذي يموت في سبيل الله. طيب، لهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعني شحذ همم الصحابة، ففي أحد الأيام وهي في غزوة بدر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال أحد الصحابة وهو عمير بن الحمام الأنصاري، قال: يا رسول الله، قال: جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: بخن بخن. فقال بخن بخن، هذه كلمة يعني تستعمل للتعجب وللمدح، وفي وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم غالبا أنها للرضا بالشيء. نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: والله يا رسول الله، إلا يعني إلا أن أكون من أهلها، يعني من أهل الجنة. نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. يا الله. قال: فأخرج من قرنه تمرات، فأراد أن يأكلها، فسبحان الله، فنظر إليها فقال يعني: كيف آكل هذه التمرات؟ والله، قال: إنها لحياة طويلة، يعني لو أكلتها لحياة طويلة. فألقى ما كان عنده وذهب للقتال، فقاتلهم حتى قتل واستشهد بإذن الله سبحانه وتعالى. لهذا من أعظم مقامات الشهيد كذلك سبحان الله العظيم. وأنا أقرأ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تصور أن يعني ضرر القتل الذي يقع على الميت، يعني ما يحسه الإنسان من القرص. قال النبي صلى الله عليه وسلم
والذي نفسي بيده ما يجده الشهيد من القتل بأثر ما يجد من مس القرصة بدون ألم. نعم. وبدون وأيم الله والله وبالله وتالله، يعني لو مات تحت حديد الدبابات تصور والله لن يجد إلا مس القرص كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لهذا أخي صلاح، الشهيد بعدما ينال هذه الرتبة العالية والرفيعة عند المولى سبحانه وتعالى، وإذا مات في أرض الورى والمعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وهذا قول جمهور العلماء. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بدفن شهداء أحد في ثيابهم ولم يغسلهم. نعم. والحكمة في ذلك أن يبقى الأثر، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث، يعني هو يتكلم عن شيء، قال والذي نفسي بيده، يعني ما يقتل شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم، يعني يجرح في سبيله. نعم. قال إلا أتى جسده يثعب دما، يعني يتفجر دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. يا الله. يعني تصور. نعم. وهذا سبحان الله يعني مشهود، أنا رأيت أحد المشاهد والله مؤخرا أخي صلاح بها، نختم، يعني في غزة نصرها الله سبحانه وتعالى. أمين يا رب. وأذل الله اليهود الغاصبين، و يعني رأيت مشهدا سبحان الله، وسمعته وهو يتحدث، يعني يقول والله يعني هو شهيد تحت الردم وتحت قال لي، يقول في تسجيل هكذا لي، والله يا أماه يعني قرصة نملة بهذه الطريقة، قرصة نملة، وكأنه شغل، يعني هو شهادة لم يحس بذلك الألم ولا ذلك الهدم ولا ذلك الردم، وهو في أرض الورى وفي أرض المعركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أرينا فيهم يوما أسودا، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا لهم، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يرحم شهداء هذا الوطن، هؤلاء الأبطال الأفذاذ الرجال الذين بذلوا النفس والنفيس من أجل أن نعيش هذه اللحظات. آمين. رحمة يا الله عليهم أجمعين. يا آمين يا رب. هو ما يجمع شعبي الجزائر وفلسطين. نعم. في هذه الثورة وهذه الحركات المقاومة التي نعيشها اليوم. نصر الله جنود الله وجنود الله على عباده الذين يقتلون من عاداهم وعاد الله. آمين إن شاء الله يا رب. شكرا لكم متابعينا، شكرا للشيخ حمزة الزار اللي أفدنا بهذا الموضوع نهار اليوم. المزيد من المحطات والوقفات هستعرضوها وإياكم في هذا العدد، بقوا معنا فاصل وراجعين بعده. تحية الجزائر الحرة ويحيى والشبان. مشاهدينا الكرام، نحب نعود نرحب بكم من جديد في هذا العدد. أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في هذا الأثناء. راني متواجدة عند شيف نديم، عن الفقرة اللي تحبوها بزاف والفقرة اللي احنا قريبة قلبنا ثاني. قريب نديم، صباح الخير. صباح الخير. الحمد لله. دونك واش كاين؟ انا نشوف زيد نجيب لك الديابيت تاع البارح. تري بيان. لا واش درتي لنا اليوم؟ واش درنا؟ درنا اليوم حنديروا الفرق بين الكيك ديزاين ولاير كيك. نعطيهم هي الوصفه سي لا ميم تيكستور، كيف لي ميم زانغريديون، باك واحد فيه لو غاناش تاعو يكون مختلف على الاخر، الاخر تكون بطاطا. نعم. بيان. نعم. هو احنا مشاهدينا الكرام نقول لكم هنا الفرق بين لاير كيك والكيك ديزان. كيك ديزان يكون بلا باتا سكر، هي الداخل تكون جينواز، تكون لو غاناج ولا لو فوراج يكون اختياري كيما يحبوا هما. بك الغلاف تاعها من الفوق تكون بلا باتاسيو، هذا كيك ديزان، خاطر نقدروا نديسينو فيه واش نحبوا. مي لاير كيك يكون بلا كريم شونتيي من الفوق، في هذيك القطرات، هذيك القطرات ولا هو التزيين تاعو يكون اختياري، خاطر على الكيك ديزان هو اللي نقدروا نديسينيو فيه واش نحبوا حنايا، خاطر على فيه لا باتاسيو من الفوق. هذا هو الفرق اللي بيناتهم. مي الداخل كلش كيف كيف. قبل ما نبداو ننطلقوا في المكونات وفي طريقه التحضير، نستقبلوا مكالمه هاتفيه. قولوا الو. صباح الخير. الو. الو. وي صباح الخير. اهلا. صباح النور. اهلا، مرحبا بك. واش راكي الام زهر؟ صافا لاباس؟ لاباس الحمد لله، عاوده ميمونه ان شاء الله. يعيشك يعيشك، يتوحشك الخير، يعيشك.
واش راك ياكي مليحه؟ صافا الحمد لله، كي طلينا عليكم وكلش هذيك هي الدنيا. الحمد لله. الحمد لله وشحال الاخ صالح. صالح راه لاباس الحمد لله يا رب. راك لاباس صباح الخير. وصباح النور، مرحبا بك، اهلا. واش راك لاباس؟ والله الحمد لله، وانت لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ميمونة إن شاء الله توحشناكم هذه غيبة. ربي يخليك، حتى احنا توحشناكم والله، توحشنا نسمعوا صوتكم ونخدمكم في كل صباح. لا الحمد لله، ما احنا ولفناكم ولفنا نتفرجوا برامجكم. ها واش درتوا بلا بينا؟ ما درنا والو والله، قاعدة غير نشوفوا برك ما. ياك ما بدلتوناش. ما رحتوش جهة أخرى. أنا تعرفني الأخ صالح، أنا ما ننساكمش. يعيشك. ربي يخليك، شكرا لك. يعيشك. والناس والشيف واش راك؟ شيف نديم والله غير لاباس الحمد لله، سبحان الله انتم لاباس. لاباس راك مليح. والله غير الحمد لله ربي يخليك. الحمد لله يا رب. الله يسلمك. مرحبا بك، شكون معنا ومن وين؟ ما عرفتي صوتي لاخت زهرة. والله ما عرفت. معك نوره ما نقصرش لالا. نوره ما نقصرش لالا، مرحبا بك، اهلا. فيدال توجور فيدال. اه؟ وفيه البرنامج تاعنا. اكيد وفيه بزاف كاع. يا عيسك مرحبا بك، وان شاء الله تبقى ديما وفيه البرامج ان شاء الله يا ربي. قناه الشروق ان شاء الله. كل برامجكم هايله، ماش راح تتمل ولا شغل تخلينا بسيت نكروشو معاكم، بسيت نستناوكم كل حد، نستناوكم كل سبت نستناوكم. الحمد لله رجعتونا بالصحه والعافيه، ورجعتونا بديكور هايل، شفتي الكوزينه هايله تهبل. عجبك عجبتك الكوزينه تاعنا؟ اه هايله تسعد. هيا تخبي. جايه هايله، جايه كوزين وهايله، ما عندي ما نقول. شكرا لك. احنا دائما نحاول اننا نطلع عليكم في احسن ديكور وباحسن مواضيع، وان شاء الله نبقاو عند حسن الظن ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. يوم اختي زهرة نقولكم بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه، راكم موفيين مكفيين، درتونا مواضيع استفدنا منهم، درتونا حصص خليتونا نشتاقوا ليكم. شكرا. والله درنا احبه، درنا اصدقاء صدقكم كاع. نعم شكرا لك، يعطيك الصحة. معليش دير غير تحية صغيرة بس. تحية فاطمة من المستغار، نقولها توحشتك بزاف. فاطمة نداء هذا مش تحية. أم حسنة، أم عبد الله كامل بلغ لهم السلام، وبنت خالتي بنت خالي منى راهي تبيت فيكم، راهي مصبحة عليكم بزاف، قالت لي راني نعيط أمي ما حكمتهمش. نداء إن شاء الله يوصل النداء تاعك. إن شاء الله. شكرا يا عيسى. نهاركم مبروك إن شاء الله. شكرا. نعم. صح. كنا في الكيك ديزاين ولا لاير كيك. نعم اليوم راح تقدمه لنا جيماجين لو تام اللي راح يكون. نعم لو تام. ها فهمتك. فهمتك الخيمياء. اوكي نعم اليوم نروحوا ناخذوا يضحك علينا صالح. ها نحضروا لهنايا اليوم حنديروا الكيك ديزاين، حنديروه سكري نورمال ولاير كيك حنديروه صعب. اه سي ان ترومبلوي. تري بيان. نعم واش حنديروا؟ ناخذوا لهنا نحضروا عجينه تاعنا اللي هي لاجينواز. واش نديروا فيها؟ عندنا خمسه هي. شوف انا نعطي لاجينواز اللي تكون سهله كامل، خاطر كاينين جينواز دوكا اللي يفصلوا البياض عن صفار فيها. انا المدابيا نمد لهم لاجينواز اللي تكون سهله وناجحه، خاطر حنا المشاهدين تاعنا ما يحبوش حاجه تكون بزاف كومبليك. انا معاهم، انا في الاستماع. ناخذوا لهنايا ناخذوا ريسيبيون لهنا نمسحوه مليح، لازم تكون فيه حتى قطره تاع الماء باش ما تفسدناش لاجينواز تاعنا. نديروا لهنايا خمس حبات تاع البيض، نضيفوا لها لهنا كاس تاع السكر، هنايا صافي خمس حبات تاع البيض، كاس تاع السكر، كاس تاع الفارينه، وكذلك لهنا عندنا الملعقه تاع السكر فاني باش نكهوها. هنايا المنكهات يكون اختياري، كل واحد كيش يحب. نعم. كاين لاجينواز ديالو. نعم. واش نديروا؟ ناخذوا الريسيبي ونقعدوا نديروا خمس حبات تاع البيض وهذاك السكر تاعنا شويه تاع لافاني، نطلعوا مليح هذاك السكر والبيض حتى تحصلوا على ان كريم تكون شغل يتبدل لون تاعها حتى تولي اللون ابيض. صافي يطلع اونيج حتى تولي بيضاء. ومن بعد نضيفوا لها هذاك الكاس تاع الفارينه، ومن بعد نخلطوا مليح هذاك الخليط تاعنا، نديروا ان بلا اللي يدخل للفرن، ومن بعد نديروا له لهنا ان بابي كويسون باش ما يلصقناش، ونديروه يطيب. هنايا ما تشدناش الوقت بزاف. العجينه تاعنا تدنا هنايا 4 ساعة حتى 20. لو كان نديروها في هاد الليمون هادوما دوك اللي خرجوا تاع لاير كيك هادوما اللي سبيسيال ديالهم. داكو. حنا لهنايا نديروا نفصلوا البياض عن الصفار، صافي نطلعوا لهنايا الصفار مع السكر تاعنا نطلعوه مليح، والبياض نخلوه على جانب، ومن بعد كي نضيفوا الفارينه نبداو نضيفوا هذاك البياض تدريجيا، صافي باش ما يكسرش. لازم هنا باش طلعنا هذاك كي نفصلوا الصفار عن البياض تبدل لنا هذيك الهشاشه وتطلع لنا رابيدمون، ومام هنايا تشد لنا وقت حتى 45 دقيقة في الفرن.
لازم نطلعوها مليح للفوق خاطر علاه باش تعاود تعلى لنا وطيب لنا كاع من هنا. وما تعاودش تهبط. ما تعاودش تهبط. نعم. لازم كي نحوها نخلوها شويه لداخل تقعد وما نخرجوا. داكو. هذه هي. خلوها تبرد ومن بعد واش نبداو نديروا؟ نقطعوا انا ندير لهم تاع العاديه تاع التقليديه هذيك اللي كنا نديروها في البلان ديالها. نقسموها لهنايا. على شكل دوائر على حسب المول ديالنا. اللي ما عندوش المول هنا يقطع اون بورت بياس ويبدا يطالي يستف هذوك الخبزه تاعنا وحده فوق وحده عادي ماشي لازم يكون لهم. هي المول يساعدهم خير باش ميم لاكخير ما تخرج لهم وتجي متوازنه الكيكه تاعهم. نبداو نديروا نحضروا لهنا ان سيرو. لو سيرو تاعنا واش كايب؟ عندك لهنايا كاس تاع السكر بزوج كيسان تاع الماء. صافي عندنا ميزور تاع السكر دو ميزور تاع الماء. نغليهم لحتى يلحقوا درجه الغليان لمده 10 دقائق. هذاك السيرو هذاك اللي نشربوا بهم لاجينواز تاعنا. نبدا نديروا هنايا لاجينواز تاعنا هي الطبقه الاولى نشربوها مليح بلو سيرو تاعنا. ومن بعد لهنايا لو غاناج تاعنا. انا لو غاناج مونتي واش نديروا؟ انا الغاناج مونتي كاين اللي نفوريو به لداخل نديروا كيما حنا نقولوا 100 غرام تاع شوكولا 100 غرام تاع كريمه سائله نطلعوهم مليح. هذاك هو اللي نديروه في الغاناج تاعنا. اللي ما عندوش يقدر يدير كريمه شونتي بذوق الشوكولا ولا ذوق اللي يحبوه. نعم لهنا عندنا شوكولا اللي طلي. عندنا لهنايا كريم كراميل هنايا. هذه من الصباح وانا حاب نفهم هذه واش هي. هذه كراميل كوكا بخيس هنايا ولا كاين كراميل بيغ صالي كاين بزاف. كيف هذه كراميل كوكا بخيس طيبتيها انت؟ لا هذه متواجده في الاسواق. نعم نعم هذه متواجده في الاسواق. لهنا واش نديروا؟ كي نديروا الطبقه الاولى نفرشوا هذيك لاكريم تاعنا كامل نديروا غاناج مونتي يكون ليجي شويه ماشي كيما اللي حنا نديروا من الفوق ولا نديروا لهنايا الكريم شونتيي نطلعوها عادي ونخلوا لو ميليو هذاك تاعنا هو اللي نديروا فيه هذا الفوراج باش من هذاك الفوراج تاعنا ما يخرجناش. داكوغ. ونضيفوا له كميه تاع المكسرات ونقعدوا نخدموا بليزيطاب هذا كامل حتى نكملوا نغطيو كاع الكيك ديالنا. ومن بعد واش نديروا؟ ندخلوا الثلاجه نخلوه ليله كامله ولا باش يشد روحه مليح هذاك الكيك تاعنا. نجيو لو لوندومان نديمو ليوه نخدموا لهنايا ان غاناج مونتي كانيت اللي حيكون لهنا اللي راح نغطيو به هذيك الكيكه ديالنا واش يكون فيه؟ عندنا لهنايا 100 غرام تاع شوكولا نقولوا 50 غرام تاع كريمه سائله صافي النص ديالها. هنا واش نديروا؟ نذوبوا مليح هذيك الكريمه السائله حتى درجه الغليان ومن بعد نضيفوها فوق هذيك الشوكولا نخلطوها مليح. نحبوا لهنايا باش تجينا على شكل كريمه خلوها تبرد مليح من نضربوها بالباطير باش تجي على شكل كريمه. سينو كي تكون هكذاك سخونه ناخذوا امول ونطليو كاع هذاك الكيك تاعنا ندخلوها للثلاجه تقعد باش واحد ربع ساعه برك حتى تنشف لنا مليح. ومن بعد من فوق نديروها بلاباتاسيك. لاباتاسيك لازم نحلوها نفرشوا شويه تاع لا مايزينا نحلوها رقيقه فين بزاف لازم تكون بارده الاخرى باش على تشد لنا من فوق. نديروها نغطيو الطبقه الاولى ومن بعد نعاودوا نقلبوها نزيدوا نديروا الطبقه اللي هنايا لاباط اللي قعدت لنا نعاودوا نغلفوها كامل نخرجوا لها الهواء تاعها كاع بلا سباتيو هذه نخرجوا لها كاع الهواء. ومن بعد ديزاين يكون اختياري نديروا لا ديكوراسيون كيما نحبوا. هذيك صح يعني بلي ديتاي لي ديتاي. نعم حنا مادا بينا نمدو لي زاستيت ها دوكا راهم يشوفوا مادا المهم كاين ساكن نسلم كتبت في البيت يشوفوا الشباب هو تاعو راهو باهظ بزاف راهم غاليين صح اللي كيك ديزاين راهو غالي بالبزاف. انا مادا بيا هكذا دي زاستيت صغار يقدروا يحضروها في المنزل ويفرحوا بها ولادهم. وي وي سيرتو. نعم نروحوا لهنايا قبل ما نروحوا للمالح باسكو بديتي بالحلو اليوم ربي يحل ايامك على كل حال يحل ايام كل المشاهدين. وعندنا متصله معنا مكالمة هاتفية قول الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور والفل والياسمين اهلا. اهلا صباح الخير عليكم. يعيشك مرحبا. الو نتمنى ان شاء الله كل أمة الاسلامية ان شاء الله بالنصر. ان شاء الله يا رب شكرا لك يعيشك. ايه عفتي ميمونة. شكرا شكرا لك يعيشك. والله غتوحش لكم. نعم. صباح الخير مرحبا. مرحبا. الو صلاح. اهلا بك سيدتي لاباس؟ والله الحمد ربي الحمد لله انتم بخير. والله الحمد لله نعمه. شتي انا نادم لما يدير لنا حاجه هكا بنينه ولا غيكونوا لاباس. الحمد لله يا ربي الحمد لله. نتمنى ربي ينورك لاخواننا المسلمين. نعم قلت لك نتمنى النصر ان شاء الله لاخواننا المسلمين. امين, آمين يا رب. امين ربي يكون معاهم ربي يكون معاهم ان شاء الله. طيحوا لنا تعرف كلش شفتي. ايه ربي يكون معاهم ان شاء الله ويصبرهم. والله الاخر ايمان لطفي. لاباس الحمد لله. لاباس يعيشك. راكي بخير. نعم قلت راكي بخير وليداتك. والله لاباس الحمد لله يسقسي عليك الخير. زيدونا فقط في صوت المكالمه من فضلكم.
لاباس يعيشك. شكون معانا ومن وين؟ نعم شكون معانا؟ متصلة أم آية من الصيف. أهلا بك أم آية، مرحبا بنس الصيف. الله يهنيك. يا درا الصيف بدا فيها شويه البرد هذاك تاع الصبيحه ولا مازال؟ كيما نقولوا مغيمه بصح ما كانش كيما نقولوا الشتاء ما كانش. الحال بارد يعني بدات تبرد شويه. ربي يجيب الخير وينزل الغيط على هذا البلد ان شاء الله يا رب. اللهم امين. نهدي سلامي. تفضلي. اليكم ولولادي. وحواجاتي وكل العائله. شكرا لك. شكرا، نتمنى لكم السعاده ان شاء الله. امين. ان شاء الله يا رب. شكرا. يعني احنا نسلموا على كامل ناس الصيف. الله يسلمك. شكرا لك. شكرا لك. دونك نروحوا مباشره لل سيتيون. نعم المقبله تاعنا هذه اللي هي مقبله تقدر ديرها كطبق رئيسي، تقدر تحطها نعم خاطر عليها راهي فيها الفواج تاعنا بالطوم كريم فرماج كلمه الجبنه صافي فيها. حنا لاباط تاعنا تكون بريس كيما لاباط تاع لاجينوس تاعنا العاديه، برك ان هنايا السكر نحونا ننزعوا السكر من فلاباط تاعنا. عندنا خمس حبات تاع البيض، عندنا ملعقه تاع السكر وحده برك، شويه تاع الملح، نطلعوا مليح هذاك السكر مع البيض. هنا صافي السكر هنا ما ياثرش، صافي يعاوننا برك باش طلع لنا لاجينوس ديالنا. ومن بعد نضيفوا لهنايا لاباط لافارين اللي تكون فيها لهنايا قيس مقدار 220 مليليت الكاس هذاك. صافي نطلعوا مليح لاباط تاعنا ونطيبوها. صافي هنايا نضيفوا لها غير منكهات، تحبوا نديروا لها ليزير ولا نديروا لها شويه مع النوت ولا باش نكهوا هذيك لاباط ديالنا في بلاص لافان باش تولي مالحه. ومن بعد نديروا نفس الطريقه اللي درناها ايطاب فور ايطاب. لهنا واش درت؟ هنا درت كريمه الجبنه اللي درتها خفيفه شويه، هاي اللي لازم تكون سخونه شويه باش نقدروا نستعملوها باش كي ندخلوها الثلاجه تشد روحها. نقدروا نودوا رابيدمون كريمه الجبنه كيف درتيها؟ نعم كريمه الجبنه واش درنا فيها لهنايا؟ درت لهنايا 100 غرام تاع زبده، 100 غرام تاع جبن ابيض، ولهنا درت لهنايا 250 سنتيليتر الحليب. صافي كاس الحليب يكون بارد في بارد. حليب فرماج وزبده. هذا معنا. تخي بيان. وبيان سور معلقه تاع لا مايزينا. داكور. خاطر لا كريمه الجبنه فيها لا مايزينا ما تجيش فيها الفارينا. نديروا كلش بارد في بارد ومن بعد نطيبوها. هذا ما كان تعقدنا شويه ملح في الكحل وشويه جوز الطيب. ابيض هذه نعم. يعني وانا كنت نسيتها حبيت نتفكرها معكم. لا كريمه الجبنه راهي دوكا تيك راهي تيليزا بزاف خير من كريم بيشاميل، خاطر لا خفيفه. نعم كريم بيشاميل تجي ثقيله. من بعد نفرشوا كل ايطاب لهنايا. عندنا لاباط تاعنا الاولانيه، نضيفوا كريمه الجبنه دائما هي الاولانيه. انا لهنا غندير لها كميه تاع الطوم ومن بعد نقعد نخدم في لي زيطاب تاعنا حتى نكملوا كاع الكيك ديالنا. ندخلوها الثلاجه نخلوها تبرد شويه. ومن بعد لهنا عندي لهنايا كريم شونتيي صالي اللي راهي متواجده في دوكا في الاسواق كاينه. الا ما كاش عندنا كريمه سائله لهنا واش نضيفوا لها؟ ندير لها ملعقه صغيره برك تاع السكر، خاص السكر ويعاونها باش تطلع. ونكهه منكهات اللي عندنا شويه ملح شويه فلفل الكحل شويه اعشاب عطريه، كل واحد واش عنده موجود في البيت. نطلعوها مليح ومن بعد لهنايا نديروا نغطيو لاير كيك تاعنا، نغطيوها بلا شونتيي والديكور يكون اختياري. ومن بعد نشوفوا التزيين تاعها كيفاش حنزيد. يعطيك الصحه نديم. الله يسلمك زهره. بون كوراج. جيماجين كيفاش حيكون لو ديكور. ان شاء الله يعجبهم. ان شاء الله. والله فرونشمون يعطيك الصحه، نتمنى انك توفق في هذا المنيو. راح نتابعوك مع المخرج في مختلف المراحل. اما انتوما مشاهدينا الكرام نقول لكم بقيه المحطات متواصلين معكم، بقاو متابعينا في هذا العدد اللي راح تكون فيه بصمه خاصه عن عيد 69 لاندلاع الثوره. فمشاهدينا الكرام بقاو معنا بعد الفاصل لنعود. انتصارهم واندلع ثورتهم وحقوا الاستقلال، لما لا انه السبب من اكتوبر اللي فات هو يكون الفاتح من نوفمبر ديالكم ونحقوا بهذا الاستقلال للارض الطيبه والحريه لشعب فلسطين. أمين يا رب العالمين. ولأنه الروح الوطنية تغرس في جيل جديد وتغرس في أولادنا، اليوم حبينا أن نمدوا لكم مثال عن جيل صاعد اللي يعني ما عاش ما عرف ما هي الثورة التحرير، لكن اليوم رايحين يمدوا لكم ورايحين يبرهنوا لكم أنه عندهم في قلبهم الجزائر وعندهم في قلبهم حب لوطنهم. كما كانوا صغار تاع وقت الثورة حقوا هذا الكفاح وحقوا هذه المقاومة وفي أعمال أنجزت على شرفهم كالضيف ديالنا اللي حاضر معنا اليوم اللي هو عبد الكريم الشقروش. أنت قمت بعمل رائع على شخصية تاع طفل ولكن قيمته كبيرة. هذا الشيء اللي راح نتكلموا عليه اليوم. صباح الخير اولا ومرحبا بك. صباح الاشاقه الطيبه. أهلاً. صباح الخير، شكرا جزيلا على هذه الدعوه. مرحبا بك. وكذلك اطفال اليوم راهم يعطوا لهذا الوطن على طريقتهم باعمال بسيطه ولكن قيمتها كبيره. نشاهدوا مع بعض. طبعا. يلا. اجتمع سته
من أحسن خيرة رجال الجزائر في حي لابوانت. ديدوش مراد العربي بن هيدي كريم بالقاسم مصطفى بن بولعيد رابح بيطاط محمد بودياف. الجماعة اجتمعنا اليوم باش نحدوا وقت اندلاع الثورة التحريرية. لازم نديروا أسم تنظيم وتكون كل ديبا في أسم تنظيم. أنا أقترح التحرير الوطني. حتى نتابعوا الاجتماع كما يجب تفضلي منك كتكوتة. هيا منا معايا. هذه هي لي صالح. هيا روحي عند طاطا زهرة. هيا. شابة ما شاء الله. روحي عند طاطا زهرة هكذا حتى نتابعوا الاجتماع تاع أعضاء الست لاندلاع الثورة. يلا نعودوا من جديد نبداو. بسم الله. يلا يا جماعة اجتمعنا اليوم باش نحدوا وقت اندلاع الثورة التحريرية. لازم نديروا أسم تنظيم وتكون كلمة جبهة في أسم تنظيم. أنا أقترح على جبهة أنا قلت تحرير الوطن. إذا راح تكون جبهة تحرير الوطن ما نحدو تاريخ اندلاع الثورة يا جماعة. نحدد 25 شهر. شفت لا شوف لا ايه والاخر وش اقترح تاريخ؟ لازم تاريخ يبقى في الميكروفون. مثلا اول نوفمبر موافقين يا موافقين. أنا واقف كلام سي كريم. وافقين يا جماعة. وافقين. وافقتوا على التاريخ؟ وشنو هو التاريخ اللي تفهمتوا عليه؟ ها؟ وشنو هو التاريخ اللي تفهمتوا عليه؟ قولوا في الميكروفون. وافقتوا على تاريخ قولوا. الأول؟ الأول. نوفمبر. نوفمبر. وهكذا اندلعت الثورة التحريرية، ياك أطفال؟ كل واحد من أعضاء الست اقترح تاريخ واقترح خطة لاندلاع الثورة التحريرية وهكذا حققت الجزائر استقلالها. نبدأ بك انتايا، وشنو هي الشخصية اللي لعبتها اليوم في هذا الأداء المسرحي؟ شكون؟ يا جماعة اجتمعنا اليوم باش نحدوا وقت اندلاع الثورة التحريرية. ما شاء الله، وقل لي الشاهد لليوم ولا العضو من أعضاء الست تاع الاجتماع أنت شكون اليوم؟ شكون؟ هذه صعيبة أنا ما فهمتهاش. هذه صعيبة هما استوقفوا أسماءهم في البداية. هيا معليش معليش. وأنت يا ها؟ لازم نديروا أسم تنظيم وتكون كلمة جبهة في أسم تنظيم. يعطيك الصحة. هيا. وأنت وشنو هو الدور تاعك؟ لا لا صحة. وأنت الدور تاعك؟ أنا قلت جبهة التحرير الوطني. صحيت. الدور تاعك صاحبي؟ ما لن حدو تاريخ اندلاع الثورة يا جماعة. يلا هو التاريخ. أنا عندي الأخرى. إيه؟ أنا واقف كلام سي كريم. وسي كريم؟ أنا وش تقول؟ أنا أقترح حركة التحرير الوطني. صح وهو قال جبهة التحرير الوطني. والتاريخ شكون يقترح؟ وش تقترح؟ أنا عندي زيد واحد أخرى. زيد واحد أخرى. إيه؟ شنو هي الجملة تاعك؟ ايش تقول؟ إذا راح تكون حركة التحرير الوطني. جميل جدا، ومن بعد كيفاش قلتوا موافقين؟ موافقين يا جماعة. موافقين يا جماعة على عاودوا بلا فور عيطوا مليح. موافقين يا جماعة. كامل على مرة. وهكذا اندلعت الثورة وهكذا اتفق الأعضاء الست. يعطيكم الصحة، شكرا لكم وشكرا. أنا صفق لي شاهد ميكرو. أنا صفق. شكرا لكم شباب وشكرا للمؤطرين تاع هذا العمل الرائع ليعطونا فكرة على شباب الأمس كيفاش كانوا، وفكرة كذلك على شباب اليوم وش راح يقدموا لهذا الوطن. زهرة نعاود نرجع ليك. نعم تفضلي.
نعاود نرجع لضيف اللي حضر معنا اليوم. انت كنت خدمت فيلم على لو بيتي عمر، واليوم عندنا يعني اطفال سافو في كوا، يعني كي تشوف هكا جيل راهم يحاولوا انهم يرخصوا فيهم روح وطنيه، يعني روضات يعملوا على ترسيخ الروح الوطنيه في الجيل الجديد. شيء رائع للغايه. انا قمت مؤخرا ب كتابة سيناريو فيلم أيقونة الصغار عمر الصغير في إطار الاحتفال بستينية الاستقلال. الفيلم عرض في منتزه الصابلات تزامنا مع الذكرى 66 لاستشهاد حسيبة حسيبة بن بوعلي، لأنهم كانوا مع بعض طبعا. حسيبة بن بوعلي، محمود بوحميدي، الطفل عمر، وأيضا علي لابوينت. عند العرض أشار في حضرة المئات من المواطنين، وحضر أيضا وفد وزاري تقدمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق بمعية وزيرة الثقافة والفنون. كان هناك أيضا وزير التربية، وزير العمل، وفد هام جدا. لكن ما أثر في كثيرا هو عند انتهاء العرض شهدنا الدموع في عيون الحضور. كان هناك تأثير نفسي للغاية. أستطيع أن أختصره بأن الفيلم الوثائقي أيقونة الصغار الطفل عمر كان تحية خاصة وخالصة لكل الأطفال الذين شاركوا في الثورة. الطفل عمر كان في 14 سنة من عمره لما استشهد على مذبح الحرية في قصبة الجزائر العاصمة، وكان برفقة شهداء أقل ما يقال عنهم بأنهم رموزا للثورة التحريرية الوطنية. فكرة الفيلم صح كانت... هذا وكان راح يكون سؤالي. تفضل. فيلم ولا خلينا نقول هو فيلم وثائقي تاع 26 دقيقة، ولكن يبرز الدور الهام اللي كان عنده طفل تاع 14 سنة في معركة الجزائر، صح؟ في البدء كان 26 دقيقة، لكن بعد التصوير 42 دقيقة، لأننا تحصلنا على شهادات رائعة من أنا شوقتوني. نعم. حابة نروح نشوف لا بوند انونس تاع الفيلم هكا باش نحطوا المشاهدين معنا في في لوبان. نعم صحيح. في الصورة. نعم نروح نشوفوا ما بعدنا الومضة الإشهارية لهذا الفيلم ونعاود نرجعكم. كوكب من نجوم الجزائر. مقدمين بحث على الطفل عمر. شفنا الفنانة عايدة كشوت كانت لعبت. نعم. دور في هذا الفيلم. نعم، لأنني في كتابة السيناريو اعتمدت بالدرجة الأولى على الدراما الوثائقية. وهو شائع جدا في كل ما هو أنجلو ساكسوني. اتصلت بالرائعة الممثلة القديرة عايدة كشود واقترحت عليها دور الجدة. قبلت وبكت، وكانت لديها علاقات وطيدة مع عائلة الطفل عمر. ثم قمنا بكاستينج لاختيار الطفل عمر، قرابة 20 طفل، ووقع الاختيار على الطفل ياسر بومعزة، وبرع في وأبدع كثيرا في دوره. بالنسبة للكاستينج الآخر هو كان كاستينج الشباب، لأن بكل بساطة كل الذين شكلوا المحيط المقرب لطفل عمر كانوا شباب. حسيبة بن بوعلي 19 سنة، بوحميدي في العشرينيات، علي لابوينت نفس الشيء. إذن الكاستينج استغرق مدة أسبوع، وفضلت أن أتركز في كتابة السيناريو على الدراما الوثائقية لأسباب عديدة. في البدء فضلت أن أتحاشى كل ما له علاقة بالتفاصيل الطرفية. فضلت أن أقدم من خلال مشاهد تمثيلية. فضلت أيضا أن أقدم الحوارات التي صدرت من الشخصيات التاريخية عن طريق ممثلين، من أجل أن تنال يعني إعجاب المشاهد والمتلقي. والصحافة تكلمت كثيرا على هذا الفيلم الوثائقي، واعتقدت بأنه فيلم يؤرخ حقا لهذا الطفل الذي أبهر المستعمر في 14 سنة. لا ننسى بأن الطفل عمر هو الذي قام بإدخال العربي بن مهيدي إلى القصبة في وقت أن القصبة كانت مغلقة ومحكمة تحت حراسة أمنية مشددة. الطفل عمر كان كل أزقة القصبة كان يعرفها جيدا، تعامل مع الكثير من المجاهدين والشهداء، وكانت تربطه علاقات طيبة للغاية مع الرائعة جميلة بحيرد أطل الله في عمرها، مع الزهرة ضريف، ومع من استشهدوا من أجل أن تحيا الجزائر. واليوم نحن في الفاتح نوفمبر أبعت بتحياتي الخاصة والخالصة إلى كل الذين ساهموا في تحرير هذا الوطن. جميل. نعم، ومن المعروف أن الفيلم الوثائقي يعني صعب جدا أننا نجيب شهادات وأنه يوثق، ف
فمسؤولية كبيرة أن نشوفها، فكيفاش يعني تناولت ولا كيفاش تعاملت مع هذا المواقف مع هذه التصريحات؟ هي في مرحلة التحضير كانت لمدة أسبوعين، اتصلنا بالكثير من المؤرخين واتصلنا أيضا بمن شكلوا المحيط الضيق للطفل عمر. كانت هناك بعض التفاصيل وبعض الشهادات التي فضلنا أن لا نقدمها لأننا كمؤرخين يجب أن لا نخطئ. كانت هناك شهادات نغربلها ثم نقدم الشهادات التي وقع عليها الإجماع. من أهم الشهادات التي كانت في هذا الفيلم الوثائقي هي شهادة جمال حرطالي لأنه كان صديق للغاية، أيضا شهادات الأخ ياساف الذي كان ابن خاله، يعني تطرقنا إلى ما هو مهني ثم إلى ما هو عائلي، وختمناها بشهادات عرباجي المجاهد الذي زوج الطفل عمر الحركة الثورية في القصبة. أيضا تحدثنا مع أبو حميدي أخت الشهيد أبو حميدي، لأن في تلك المرحلة كل المجاهدين يعملون بطريقة منفردة، خليني نهضرها بالدرجة، مجاهد ما يعرفش بلي هذاك مجاهد، كل واحد وحده. دونك هو نفس الشيء بالنسبة للطفل عمر عندما كان يقوم بفتح الطريق إن صح التعبير للمجاهدين الذين يتوغلون في القصبة. كان هناك أطفال آخرين لكن لم يكن يدرون بأن الطفل عمر كان مجاهد في تلك الحقبة، ونفس الشيء بالنسبة لجمال حرطالي، نفس الشيء بالنسبة لبو حميدي، وفي الأخير لما استشهدوا يعني كل واحد فاق باللي الآخر كان مجاهد. لا، هي كانت أوامر من قيادة الأركان جبهة التحرير الوطني أن يتم العمل في سرية تامة. صح. نعم. طيب سي عبد الكريم شكروش كونك صاحب الفكرة وصاحب العمل والمؤلف والسيناريست هذا الفيلم الوثائقي أيقونة الصغار، كونه خلينا نقولوا يحكي على قصة فتاة 14 سنة، هل اليوم فيه فكرة ولا مشروع أنه هذا العمل يعرض في مدارس عند أطفال حتى يعرفوا شكون هذا البتي عمر اللي حارب فرنسا؟ نعم، سؤال رائع. في بطاقة الرغبة لما قدمت المشروع إلى وزارة المجاهدين، في بطاقة الرغبة قلت بأن العمل لو يرى النور يجب أن يدرج في لقاءات خاصة في المدارس وفي المؤسسات التكوينية، أو يقدم في شكل قرص مضغوط إلى تلك المؤسسات التربوية. وأعتقد بأن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ستقوم بهذه الخطوة وستقوم بتوزيعه، وسنقوم أيضا بزيارة بعض المناطق لعرضه، لأن الفيلم يتطلب أن يتقرب من المتلقي من المشاهد. وقلت لك عندما عرض شرفيا كان الآلاف من الحضور، لكن صدقني عندما عرض الفيلم كان هناك صمت جنائزي، صمت كنائسي، ان سيلونس ريليجيو. الكل كان يشاهد في العرض، يعني كنا على الهواء الطلق، يعني حتى الاطفال الذين حضروا كانوا يركزون في العرض. وشيء جميل لان فريق العمل كان فريق متناسق للغايه، كان هدفنا الوحيد والاوحد ان نقدم سلعه ان صح التعبير سينمائيه تنال اعجاب المستهلك بين ظفرين. وصوره جميله كون انه شفنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ البوندانوس اللي شفناها منذ قليل انه تعمل بتقنيه جميله من حيث الصوره، من حيث الصوت، من حيث كل شيء في التسجيل ديالو، كل شيء كان بتقنيه جميله جدا. حتى بالنسبه للجنه المراقبه في وزاره المجاهدين وذوي الحقوق قالت بان العمل كتب بطريقه راقيه. صح. بان الصوره كانت بجماليه مطلقه. نفس الشيء بالنسبه للصوت، وصدقني ان كل فريق العمل لا يتعدى عمره 30 سنه. كنا شباب، كنا نؤمن بال فكرة، وفي الكواليس كنا نرحل مع تلك الشهادات الجميلة التي قدمها ضيوفنا. نفس الشيء بالنسبة كنا نصور الأحداث البناء الدرامي لا ريكونستيتيوسيون، كنا في مرحلة رمضان، يعني كنا كاع صايمين، ممثلين كانوا صايمين لكن أبدعوا. عندما نقدم عمل من القلب النجاح هو مصيره. أكيد. نعم. متى يتم عرض الفيلم في قاعات السينما؟ هناك رزنامة، لا أدري إلى حد الآن التوقيت، لكن حسب وزارة المجاهدين هناك عرض للفيلم في الولايات الداخلية للوطن ليتمكن المواطن الجزائري من متابعة هذا العمل.
نعم. جميل جدا. عبد الكريم شقروش صاحب عمل سيناريست وصاحب الفكرة ومؤلف ومخرج كذلك. كنت المساعد الأول للعمل. مساعد الأول للعمل. وكذلك صحفي. طبعا. وعندي رواية زميل. وعندي روايتي شارع الرب هي مشروع دكتوراه في جامعة وهران. وقمت يعني في بدايتي الأولى كصحفي قمت بترجمة معظم الأفلام التي أنتجت في إطار شراكة جزائرية أجنبية. ما شاء الله. بالتوفيق للمزيد. وإحنا كذلك نتمنوا منك أنك تقوم بعمل آخر. شفنا ابتي عمر. انطرقوا لي شخصية أخرى. طبعا كاين الخير. يعني في تفكيرك ولا في مشاريعك المقبلة تبقى دائما في الوثائقي وفي لا أخرجت التاريخ. مؤخرا فيلم قصير بعنوان كاين الخير مثل الجزائر في المهرجان السينمائي بالبحرين. هو فيلم على مدار 15 دقيقة. نعم. يتحدث عن علاقة جد مكهربة بين زوجة معنفة بطريقة مبالغ فيها من طرف زوجها وزوج يدخل في دوامات نفسية لا متناهية. الفيلم نقل 8 ساعات من يوميات امرأة معنفة من طرف زوج وثمان ساعات من يوميات طفلة معنفة من طرف رجل ظهر فيما بعد أنه هو زوج تلك الزوجة المعنفة. يعني هناك تشابك في قصة الفيلم والأحداث. لكن ما هو الرائع أن كل من شاهد الفيلم خاصة النهاية كان يطرح تساؤلات لم يطرحها في البدء. وهذا هو يعني المغزى من كاين الخير. هناك من يطرح يقول علاش كاين الخير. كاين الخير هي يعني ستون اكسبريسون اللي نستخدموها في مواضع مختلفة. إذن كاين الخير على مدار 11 مشهد استخدمت في مواقع مختلفة. برضو. وحاليا يعني قمنا بتجميد العمل ما راحش نشاركه في مهرجانات أخرى تزامنا مع ما يحدث في الشرق الأوسط. نعم. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم مزيدا شكراً. من النجاح ونتمنى نتلاقاو إن شاء الله في فرص إن شاء الله أخرى. يا رب. إن شاء الله نورتنا بوجودك ونتمنى أن العمل تاعك يشوف نور ويلقى رواج كبير من ضمن الأفلام الناجحة. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك أستاذ. وكان كذلك الأعمال اللي تسلط الضوء على شخصيات ساهمت في حرية هذا الوطن وفي كفاح على هذه الأرض الحرة. اليوم من قسنطينة اليوم حنشاهدوا ولا نتعرفوا أكثر على المجاهد علي خلاف اللي هو كان شاهد عيان على ثورة الفاتحة من نوفمبر اندلاعها وكذلك كيفاش كان الأمر ولا كيف الأمور اللي اندلعت على إثرها هذه الثورة المجيدة. نشوفوا هذا العمل الرائع اللي رسلنا به الزميل محمد حصان من قسنطينة. سلام مرحبا بكم. جوز المجاهد علي خلاف الاسم الثوري عليلوش من الولاية الثالثة التاريخية الشروق العامة زارته بمنزله بقسنطينة ليروي قصة كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم. هذا كان خبيث من هذاك الوقت ودروك وهنا في الثورة نتاعنا اقتلين سيكسيون دو 25 كيلومون تهضر فيك رونسينمون سي رونسيني راح باعهم ريستورون عند خالي قلت له خالي كان تعرف فلان قال لي وعلاه قال لي وقال قال له كيفاش تلقيتيه قلت له نعم قلت له صح قال لي شوف قال لي راه يتغدى هنا عندي قال لي درك على 12 شويه غير شويه قال لي تكون لهنايا يا اخي قعدت تما معاه حتى نجا دخل قال لي ها هو قال لي هذاك موش شي حمراء شوف رب العالمين عماه قعد اعطى لي ظهره لو كان عطى لي وجهه بالك يشوفني عطى لي ظهره وزوج اللي معاه يخدموا في تما في الادمينستراسيون قاعدين حداه صافي في ثلاثه مي انا قبرت هذاك برك ونعطي له جوج ضربات طيح راسو في الترسين تاع اللي كان ياكل تما قالوا لي ياكل بيفتيك ولا واش خرجت كما قال لي خالي اتجهت لتحت وخرجت. معارك كبيرة عاشها فقد من خلالها رفقاء دربه ولقن الاستعمار درسا في التضحية. يلحقوا لي سبيت في الشارع هذوك والسعدي قاسته هذيك الفترة اللي كانت ترميها بيبري زادوا قاسته حتى هو وطاح داخل واحد الحفرة هكذاك الشعب داروه باش يلموا الماء في الصيف طاح ما مسكين مات استشهد حتى هو صافي هو زوج انا شفت زوج وصح الشعب من بعد الشعب هما اللي شافوا
قالوا لي خمسة طيارات اللي جاوا بالبومبات هذوك النابالم دخلنا ذاك الوقت ضربت هذا الركضه ما على باليش فين راني حتى لابريميدي حتى فار الخمسة تاع العشية وين في طنط كي شاف الدم في دراعي قال لي راك مبليسي قلت له سيريا نحى هذيك المشوار من رقبتو حمراء وحكم لي هنا الدراعي باش يحبس الهيموراجي السعدي هذا دقيقة كابرام مسكين هو الدرني ثلاثة خاوة وبويو وهو راح وكل انطلق في كتابة مذكرته ليتركها للأجيال الصاعدة. محمد الحاج هو اللي يعلق الإعلام نتاعنا ثم في شرد ولاية طروة محمد الحاج هذا الشيب الشيخ هو اللي يعلق 5 جويلية 62 حبط الإعلام نتاع فرنسا وطلع نتاعنا هما تحية الجزائر تحية الجزائر كنت فرحانين بيان سير سي لا بروميير فوا استقلال تاع الجزائر وانا خلينا باش كتبتهم باش الجيال الصغار الجايين ان شاء الله يشوفوا واش وقع راه فرنسا ما عطيتناش استقلال هكذاك راه حتى ضحينا مجاهدين بزاف ماتوا والشعب بزاف اللي مات على جال الاستقلال تاعنا لبوا النداء الوطني ضد الاستعمار الفرنسي فضحوا بحياتهم من اجل تحرير الجزائر كان هذا وثائقي ولا ريبورتاج من الزميل مشكورة جدا عمل لك سعد صلاح نشوفوا قامات يمكن وشهداء ولا مجاهدين أيضا اللي ما يكونش مسلط عليهم الضوء يعني نكتشفهم وهذا دور الإعلام في يعني تسليط الضوء على يمكن أسماء تكون ثابرت وجاهدت لكن ما لقاتش مكانة في وسط الإعلام الجزائري وهذا اللي نشوفوه من خلال الأطفال لما نكونوا مش معاهم في الشوارع ويقرأوا اسم حي ولا اسم نهج يقول لك شكون هذا هو في كتب ربما في مناهج مدرسية ولا حتى في الأفلام ولا حتى في الوثائق ما نشوفوهمش ما نعرفوهمش ولكن كانوا عندهم عمل كبير قاموا به في كل في مجاله كل في اختصاصه حتى منهم اللي كان هذاك الوقت في مجال الطب ما كانش رافد سلاح وما كانش رافد كلاش وما كانش يحط في القنابل دفاع عن هذا الوطن ولكن كان يداوي الناس اللي طيح مصابه في مقاومتها لهذا للاحتلال اللي كان على ارضنا الطاهره نتمنوا ان كل الاراضي العربيه المسلمه تطهر من دناسه الاحتلال والكيانات اللي راهي مستعمرتها في الوقت اللي رانا فيه اليوم في 2023 مازال نتكلم على هذه الاشياء مع الاسف تكلمنا على الطب والناس اللي كانت تقوم بحاجه كبيره اليوم موضوع خلينا نقولوا مهم جدا اللي حنتناولوه وهو انسداد الشرايين امراض القلب كاع مهم جدا صح امراض مهمه خاطر يقدروا يكونوا خطيره صح آه. طيب انسداد الشرايين ما هو انسداد الشرايين وانا نشوفه باللي ولا بزاف شائع يعني ولينا بزاف نسمعوا انسان عنده انسداد انسان هكذا حتى صغار كبار ما هذا وما علاقه له ب هذا المرض هذا المرض المرض الشائع كاع ماشي برك في الجزائر في العالم كامل هذا اللي لي على تيغوسكليروز هادي هذا المرض هذايا يجي عوامل كاين بزاف العوامل اللي يقدروا يلحقوا واحد يتزيروا الشرايين ومن بعد بشويه بشويه يقدروا يتسددوا كومبليتوم يعني سي اون اوبستركسيون توتال كيكون الانسداد حاجه اللي واعره كاع بزاف كيكون الانسداد في العروق تاع القلب في لي كورونير هادوك يعني العروق اللي يغذيوا القلب لو موسكل كاردياك هذيك كي صرا الانسداد هذيك هي السكته القلبيه هذه هي السكته من الانسداد من الانسداد كيكون انسداد في لي كورونير هذيك هي السكته القلبيه هذاك هي الانفاركت هي سيت ان انفاركتوس دو ميوكارد يقدر يبرى لو كان زعما نروحوا نسرحوا هذاك العرق يعني بصفه بسرعه ويقدر لو كان ما نسرحوش هذاك العرق يكون عرق كبير سا بو دوني سكون ابل المورسوبيت هذه كي يجي الانسداد في القلب في العروق تاع القلب كي يجي الانسداد في العروق تاع الراس كيف كيف هذاك الانسداد يبوشي العرق في الراس ومن بعد يصرا سكون ابل ان اكسيدون فاسكولير سيريبرال ان افي سي ان افي سي هذاك لافي سي ثاني كي يجي في عرق كبير ولا يجي زوج عروق وميم طون يتبوشاو يقدر واحد لوغا جوستين باراليزي يعني شلل بصح يقدر يروح حتى الموت يقدر ثاني كي يكون يعني ان بارتي كبيره في المخ اللي تكون مقيوسه شغل ما يلحق لهاش الدم بسبب الانسداد يقدر يشري يصير ثاني ان بروبليم يعني يلحق حتى الموت نعم في اي مرحله يمكن انه نعرف انه عندي شريان يعني مسدود
كيفاش يقدر الانسان يعرف شنو هما الاعراض؟ قبل ما نحكوا الاعراض لازم نقولوا منين او يجي هذا الانسداد. وي. هذا الانسداد كاين عوامل، كاين عوامل يسميو لهم لي فاكتور دو ريسك. دو ريسك. اللي يدخنوا التدخين هي السبب الاول للانسداد تاع الشرايين، اكسسوار او نيفو كاردياك يعني السكته القلبيه ولا لاكسيدون فاسكولير سيريبرال. واش يصرى؟ واحد اللي يدخن بزاف الدم تاعو يتحجر، يصرى له شغل تخثر، هذاك التخثر يروح يبوشي العرق في القلب ولا في الدماغ. طيب فوالا دونك تدخين. كاين ثاني الامراض، كاين السكري لو ديابيت، كاين اللي عندهم الضغط الدموي يعني ما يمشي يداويو، كاين لاسيدونتاريتي يعني ما يمشيوش بزاف ما يخدموش الخمول هذاك بزاف، وكاين ثاني السمنه اللي يكون سمين بزاف بزاف، هذه ثاني سي ان فاكتور. ان فاكتور دو ريسك. وكاين اللي عندهم يعني يزيدوا هكذاك ولا ياكلوا بزاف يكون عندهم بزاف الكوليسترول. هاد العوامل يعني كاين عوامل واحد اخرين يعني ماشي اي سون با تري تري امبورتون، مي لي بلوز امبورتون هو التدخين، المرض السكري، ليبيرتونسيون ارتيريال يعني ارتفاع الضغط الدموي، والكوليسترول بزاف في الدم. طيب دكتور هادو ما واش يديروا بشويه بشويه يكونوا دي بلاك، دي بلاك هكذا في لي زارتير بشويه بشويه يترسب هذاك الكوليسترول بشويه بشويه حتى يبوشي العرق، ولا واحد يكون قريب يتبوشى هذاك العرق ومن بعد كي يتقلق ولا لوكازيون دان ستريس يعني بزاف ولا تتقطع هذيك لا بلاك ويصرى ان كايو دسون، هذاك لو كايو التخثر هذاك الدم يروح يبوشي العرق. طيب دكتور في غالب الامر واللي نسمعوا فيها حالات هكذا انه هذا الامر يجي فجاه، ولكن في حالات انه يعطي بعض الاشارات. كاين اشارات يقدر يكون فجاه لواحد اللي يدخن، واحد اللي يدخن يقدر يجي له هذا لو بروبليم يعني ان اكسيدون فاسكولير سيريبرال ولا ان انفاركتوس دو ميوكارد ان امبورت كيل مومون، باسكو هو يدخن يعني يزيد برك شويه هذيك تقدر تجي له فجاه. وكاين واحد اخرين كاين لي سيني كيما قلتي، كاين اعراض يقدروا يكونوا اعراض، كاين اللي يمشي كيكون يعني في القلب العروق تاع القلب بداو يتزيرو، كيمشي شويه يولي يعيا ويقدر يجي له السطر هنا في صدره ثاني، وهذاك السطر يقدر يطلع له حتى لا مشوار يمشي له في اليد، واحد اللي تفشل له لا لو براغوش هذا يعني هذا سي ان سيني غاف. ايوه سورتو قلت لك اللي عندهم العوامل اللي عندهم لي فاكتور دو ريسك، كاين اللي عندهم لو ديابيت، لي بيرتونسيون ارتيريال، عندهم لو كوليسترول، بصح كيكونوا يداويو او هاد لي فاكتور دو ريسك يروحوا. يعني ماشي كاع اللي عندهم لي بيرتونسيون ارتيريال ولا لو ديابيت ولا اللي عندهم الكوليسترول اللي صرا لهم هاد الشيء. اللي يداويو ويديروا رياضه ويداويو الكوليسترول تاعهم ويشربوا دواء تاع لي بيرتونسيون ويشربوا الدواء تاع السكري ويتبعوا عند طبيب المختص يعني في امراض السكر، يعني ما يلحقوش لهذ الحاله. أيوة. علاش حنا رانداويو باش ما نلحقوش لهذ الحاله. ايوا تري بيان. نعم نعاودو نرجعو لوقتاش نقدروا نقولوا ميزابار يعني السطر تاع اليد، وقتاش نقدروا نقول ولا نشك انه عندي ان كايو دسون؟ نعم وقتاش نقدروا نقولوا بلي عندي ان كايو دسون؟ يعني قلتي لنا كي يكون عندنا سطر في اليد حبينا نعرفوا لو كايو دسون هذيك سي اون كومبليكاسيون، كي يكون واحد عنده ديجا العروق تاعو مزيرين ماشي مسدودين كومبليتمون يعني دي ستينوز يعطيهم هكذا العروق الاخر، هذيك سي اون ايتاب قلت لك يقدر واحد كيجيو له في العروق تاع قلبه كيمشي يعيا، وهذا الاخر الانسداد يقدر يجي ثاني في لي زارتيغ دي مومبرز انفيريور، هذا كيمشي واحد يكون عنده ان بلوكاج يعني عنده دي كرومب في لي مولي تاعو ولا في لي كويس تاعو، يمشي زعما 50 متر خلاص ما يقدرش يمشي عنده ان بلوكاج، خاطر الدم ماهوش يلحق. علاش ماهوش يلحق؟ خاطر العروق اللي يديو الدم لتحت اللي مسدودين ولا مزيرين بزاف. أوكي. في هذه الحاله حنا كاين نديرو الفحوصات نديرو الفحص، وكاين ثاني نديرو واحد لي راديو ليكو دوبلير فاسكولير كيكون في العروق ولا نيكو دوبلير كاردياك، هذاك يقدر يورينا ولا برك بدا برك العرق مازال ما لحقش الانسداد. طيب بصح كي تلحق لا فورماسيون دو كايو دسون هذيك خلاص ولات سي اون اورجونس. لازم الانسان يروح يطلع لها. خلينا نشوف مكالمه ربما يكون فيها سؤال في الموضوع. صباح الخير مرحبا. الو السلام عليكم. وعليك السلام صباح الخير. مرحبا بكم. الله يسلمك. نعم تفضلي. واش راكم لاباس؟ الحمد لله يا رب. واش راكي زهره؟ لاباس الحمد لله يعيشك. شكرا لك. يعيشك تفضلي تفضلي عندك سؤال الطبيب راه في الاستماع. حبيت استقصي الطبيب. تفضلي. نعم. ومعاك الطبيب. انا عندي لا طونسيون. لاتونسيون ايه؟ نعم. عندك لاتونسيون نعم وكي نمشي هكذا كيعود قلبي يخبط بزاف بزاف
اه داكوغ. وراهي تشرب الدواء؟ راكي تشربي دواء مدام؟ راني نشرب الدواء. وراكي ديري ريجيم؟ راكي تنقصي الملح؟ راكي تبعي يعني ها؟ راني نقص الملح. ولا طونسيون تاعك مليحه كي راكي تشربي دواء؟ ساعات كي نتقلق تطلع لي شويه. طلع لك غير شويه ومن بعد كي يروح لك تقلق تولي نورمال. داكوغ. والمشيه هذه الخباط عندك الخباط يجينيك ما تقدريش تكملي تمشي ولا يجي لك شويه برك؟ كي نعود ننهد كي نعود نمشي هكذا ما نقدرش. واضح؟ واضح واضح السؤال تاعك. واضح السؤال ديالك، دوك الدكتور راح يجاوب عليك، ابقي في المتابعه. داكوغ يعطيك الصحة. شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا مع السلامة. يومك طيب. يعني هذه المريضة عندها غير ليبرتونسيون ارتيريال، يعني لو ريسك باش دير يعني انسداد في الشريان، يعني حاجة يعني ماشي سي با لو ريسك إلي با تخي امبورتون. بصح أنايا نقول بلي هذه المريضة ماهيش تشرب الدواء كيما لازم، يعني لاتونسيون تاعها إلي با ستابيليزي بالدواء اللي راهي تشرب. دونك لازم تعاود تستشير الطبيب تاعها، بوتيتر يبدل لها دواء ولا يزيد لها واحد الدواء واحد آخر، باش لاتونسيون تاعها كي تكون قاعدة ولا كي تمشي تقعد توجور مليحة. دوك هي كي تكون قاعده لاتونسيون تاعها تكون مليحه، مي دير ان ايفور تطلع. صافي الي با بيان ايكيليبري، سا تونسيون ني با بيان ايكيليبري، ايفو شونجي لو تريتمون. يزيد في الجرعات ولا يغيرها؟ كاين جوج حالات، يقدر يزيد لها في لا دوز تاعها، يقدر يزيد لها دواء واحد اخر، خاطر لي بيرتونسيون ارتيريال تقدر تبرى بدواء واحد ولا زوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه. يعني كاين لي دوغري، كاين لي كي تكون لي بيرتونسيون يعني مالين يعني غراد 4، تكون واعره لازم لها بزاف دواء باش تسقم. اوكي اوكي. تري انا عندي سؤال دكتور، يقولوا في غالب الاحيان انه امراض القلب تقدر تكون وراثيه. صح؟ امراض صح صح. هل انسداد الشرايين قادر يكون وراثي؟ يقدر، كاين ان باغ دو ليريديتي سي ان فاكتور دو ريسك. نسينا ما هدرناش عليه، يعطيك الصحه دكتور. العفو العفو. يعني ليريديتي سي فريمون ان فاكتور دو ريسك، كاين العائلات اللي عندهم امراض القلب. يعني يقول لك جدي مرض بهذا الشيء، ممكن انا ممكن يعني لو ريسك اللي با تري تري امبورطون، مي سي ان فاكتور دو ريسك، عامل من العوامل اللي هضرنا عليهم. يعني كاين عائلات اللي عندهم يزيدوا عندهم الكوليسترول في الدم بزاف، وهذاك وعندهم شويه لاتونسيون تطلع، وهذاك الكوليسترول كي يطلع هو اللي يسبب الانسداد في الشرايين. يعني نقدروا نقولوا لو فاكتور ايريديتير اي امبورطون. طيب سي بور سا حنايا كي نلقاو واحد في لافامي يجينا واحد نسقسيوه نقول له خاوتك خواتاتك يماك كي يقول لنا عندي، نقول له ميم هما لازم يديروا الفحوصات نشوفوا ولا ما عندهمش. اوكي واضح. مي هذا لو فاكتور ايريديتير لازم نهضروا ثاني باش الناس ما يخافوش، يقول لك اللي عنده يمرض. هذا لي فاكتور ايريديتير اللي اغرافي باغ لي فاكتور كريي باغ نو، يعني واحد يكون عنده ان فاكتور ايريديتير يزيد يتكيف الدخان يدخن، ويزيد يكون ما عنده الخمول بزاف ما يديرش الرياضه، ويزيد يكون عنده الميزان بزاف وياكل بزاف، يعني الماكله اللي فيها الكوليسترول هو اللي يزيد على روحه باش يلحق يعني لهذاك البروبليم، ماشي برك يقوي الاحتمال تاع اصابته بالمرض. يقوي الاحتمال كي تكون غير اللي غيديتي هذاك، هو يقدر يدير يعني العوامل، يقضي على العوامل كاع اللي يقدروا يلحقوه لهذاك الشيء، ما يديرش يعني انا فاكتوس دو ميوكارد ولا انا فيسي ولا ان ارتيريوباتي دي مومبران فيريور. واضح واضح جدا. شنو يمكن هي النصائح دكتور اللي نقدروا نمدوها للمشاهدين في هذا الخصوص؟ نعم. وش هي النصائح اللي نقدروا نمدوها للمشاهدين في هذا الخصوص؟ النصائح اللي نمدوهم للناس كامل، كاين عوامل هذوما اللي هضرنا عليهم اللي يلحقوا للسكته القلبيه ولا لافيسي الجلطه الدماغيه، حنايا كاين حوايج لازم نديروهم كاع اللي ماشي مريض يديرها، لازم الرياضه، لازم واحد ينقص في الماكله اللي فيها الكوليسترول كيلحق يعني ان سيغتان اج، يلحق يعني 30 35 سنه، يعني واحد يبدا ياكل كيما لازم، يدير الرياضه ريغوليارمون، واللي عنده الميزان ينقص شويه الميزان، لازم تفادي التدخين، هذه حاجه نقولوها ونعاودوها، والتدخين كاين حالات بزاف، كاين اللي يدخن هو، كاين اللي يدخن مع العائله تاعو في الدار، هو يدخن مام ولادو والعائله تاعو ما يدخنوش يوليو يدخنوا باسكو لو تاباجيزم باسيف، لو تاباجيزم باسيف كيما لو تاباج اللي يتكيف واللي يقعد اللي يتكيف كيف كيف صح، او يدخن معاه، ويعني يفو ايفيتي دو سيكسبوزي. وين كاين ثاني كلي فيمي، ماشي برك الدخان وحده، كاين لي فيمي واحد كيكون يخدم في الخدمه اللي فيها بزاف لي فيمي لازم يدير يعني ماسك، يعني يحمي روحه من هذا
أما هذه المادة السامة. سمعتوا يا مدخنين التدخين صح قارو صغير هكذا 7 سنتيمتر ولكن قادر يتسبب في حاجات كبيرة، حبسوا حتى يوم زادوا له في السعر، يعني حبسوه وخلاص. لا يعني يجيو عندي يقولوا لي صغير عنده 25 سنة ودار أنا فاركتوس ولا دار أنا فيسي، يقدر يدير أنا فاركتوس يقدر يدير أنا فيسي، يقدروا يصرى له الانسداد في العروق تاع رجليه لو كان مام يكون صغير، لو كان يتكيف بزاف، يكون يدخن بزاف وياكل بزاف وما يديرش الرياضة. هاد العوامل كاع يلحقوا للسكتة القلبية ولا الجلطة الدماغية. دكتور لحقنا سؤال منذ قليل من عند مشاهدة اللي يتبع فينا، تقول أنا عندي 22 سنة وكي نطلع الدروج ولا نمشي قلبي يخبط وجسمي يرجف، ما نقدرش نكمل مع العلم، ما عندي حتى أمراض وأحيانا تحس بسطر جهة قلبها. شحال في عمرها؟ 22 سنة. شحال الوزن تاعها؟ اه في الرسالة ما جاش. ما قالش الوزن تاعها. اه قدر يكون الوزن. الوزن الوزن يقدر يكون يعني ماشي برك البروبليم تاع الانسداد ولا لو بروبليم تاع القلب اللي يمدوا هذا العيا ولا ستر. هاد السيدة بوتيتر عندها انانيمي وما على بالهاش. اوكي. الفقر في الدم. يقدر واحد ما يقدرش يمشي غير يمشي ينهج ما يقدرش يكمل. الانيمي. الانيمي. كاين البروبليم تاع الغدة الدرقية اللي عندهم ليبوتيغويدي، يعني عندهم لاتيغويد تاعهم شوية ما تخدمش. يولي واحد سمين يولي ما يقدرش يمشي، غير يمشي قلبه يبدا يخبط. أوكي. يعني ماشي يعني اللي عنده كاع ما يقدرش يمشي ولا عنده شويه صدر في صدره يقول لك بروبليم تاع القلب. لازم لها تحاليل دوريه. لازم تحاليل، راح تشوف الطبيب، لازم تستشير الطبيب يدير لها التحاليل ويشوف. ان شاء الله. نزيد سؤال لانه فرصه انه دكتور علي بويفي وتوحشناه، توحشنا النصائح ديالو، نختم حضوره معنا اليوم. حتما انتم كذلك عندكم اسئله، فسؤالي ربما الاخير في هذا قبل ما يجوا اسئله اخرى. سؤالي الاخير دكتور، هل انسداد الشرايين نعالجه مباشره بالجراحه ولا فيه اليات اخرى؟ كي يلحق الانسداد، كاين الانسداد في يعني في القلب، كيكون في العروق تاع القلب، كيكون انا فاكتوس دو ميوكارد. كي واحد كاين الوقت لازم اللي يروح واحد في الوقت قبل 6 سوايع يلحق تمتم، نقدروا نديروا له كاين دواء اللي نقدروا نديروا له يقدروا تمتم يتسرحوا، ولا ما قدرناش نسرحوها بالدواء كاين باركاتيتيريزم، ندخلوا له واحد يعني الخيوط هكذايا يطلعوا القلب، نقدروا نجبدوا هذاك لو كايو ولا نقدروا نداويوه بدين مانيير يعني انترفونسيونيل بصح بلا جراحه. اه دونك هاد زوج الحالات، يقدر بالدواء يقدر نحيوه يعني دون بلونجيت فوالا يعني ماشي حاجه قراب بزاف، ولا واحد دبطا بزاف هذاك الوقت خلاص شغل او هذاك العرق اللي كي لوبستركسيون دو لارتير لا بارتي هذيك ايريغي بار لارتير تموت كي يجوزو لي 6 سوايع ما منحيو هذاك الكايو او لو بروبليم ديجا صرا. كي يكون في القلب يعني سادون سكون ابل ان انفاركتوس دو ميوكارد، كي يكون في الدماغ سادون سكون ابل ان اكسيدون فاسكولير سيريبرال اسكيميك. واضح واضح واضح، شكرا لك دكتور. شكرا. خلاص خلاص الاسئله. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحه. الله يسلمك. نورتنا بوجودك، نتمنى نشوفك في حلقات مقبله ان شاء الله. شكرا لك. صراحه كل جاهد وكل ناضل بطريقته، حتى قطعه من التراث نتاعنا اللي تتمثل في الاعجار كان عندها دور. صح. في التستر وفي يعني كان عندها دور كبير في تراثنا وفي الثوره التحريريه. فدائيا كانوا يغطوا الملامح تاع وجههم بالحايك ويديروا الاعجار حتى ما يبانوش، ما يكشفوهمش. إيه. نعم. إيه. فنروحوا نشوفوا مع بعضنا اكرام وقراني واش حكت لنا اليوم على الاعجار ولا نعاودها. أجملها من صور ربي يخلي هذه الحر الأرض حرة مستقلة ويكرمنا بزيارتها في يوم من الأيام يا رب. إن شاء الله إن شاء الله يا رب، حتى شدوا بعضكم عاد تأثر فينا سبحان الله وكأنها نشيد وطني والله. حتى في كل اوقاتنا في كل في يومياتنا كلها اصبحنا نرددها، اصبحنا نقولوها. نعم. اصبحنا الاناشيد الفلسطينيه الثوريه ساكنه في بالنا وفي ذاكرتنا، وان شاء الله ما يجيش يوم ونتخلاو على هذه القضيه. لازم حياتنا كامل جيل بعد جيل وحنا ندافعوا على هذه القضيه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اذا المشاهدين الكرام، بالحديث عن الاجيال نتكلموا عن جيل جديد صاعد تعمل العديد من الروضات والمدارس وحتى الجمعيات على ترخيص ترسيخ الروح الوطنية في أذهانهم وفي عقولهم. فتحضر معنا صلاح ضيفتان للحديث في هذا الموضوع. طبعا البداية حتكون بنجاة حنياد اللي هي مديرة روضة. صباح الخير، مرحبا بك سيدتي. صباح الخير، هذا شرف كبير نتواجد معكم في قناة الشروق. شكرا. ذلك لإحياء ذكرى اندلاع الثورة. بمناسبة نترحم على شهدائنا الأبرار وشهداء غزة.
وذلك كل سنه روضه لوتان فير. نزيد نرحب باللي رفقاتك كذلك قبل ما نخوضوا في النقاش. كذلك حضرت معك خديجه. نعم جاب الله خديجه. مرحبا بك. الله يسلمك، اشكركم على هذه الاجتياز. شكرا لكم. واشكر مجمع الشروق على هذا الاحياء الذكرى 69 لاندلاع الثوره التحريريه. وهنئ الشعب الجزائري بالاحتفال بهذه الذكرى، واترحم على الشهداء الابرار وكل من ساروا على طريق هذا المسيره. وادعو ان شاء الله ربي سبحانه ان ينصر الفلسطينيين والمسلمين في كل مكان. آمين. ان شاء الله يا رب. آمين. شكرا لك. نعم كنا تحدثنا من قبل على كيفاش راكم كيف تعملون على تقويه يمكن الروح الوطنيه في جيل جديد وسختو صغار، يعني صعيب باش يفهموا عليكم يمكن مازالوا ما يعرفوش، ما هي طريقتكم في ذلك؟ كل سنة الروضة تعمل كنا تحيي كل المناسبات من بينها اندلاع الثورة، وذلك لرزق الروح الوطنية والتضحية. نعم طبعا خديجة. ربما ماشي صعيب ولكن شوية خلينا نقولوا معقد انك تلحق افكار الطفل الصغير لانه ما يعرفش، ربما مازال ما عرف تاريخ، مازال ما عرف شخصيات، ولكن اللي شاهدناه منذ قليل على اداء مسرحي تاع يعاودوا يجسدوا هذيك القاعدة تاع اعضاء الست والاجتماع تاعهم حتى يعاودوا يندلعوا تندلع الثورة بطريقة جميلة وعلى طريقتهم. نعم صح. هذا لازم عمل كبير. روضة سيدة حنية جنادات وضعت برنامج مخصص للروضة. البرنامج التربوي والترفيهي الثري الهادف يتكون من الأنشطة التربوية. الأنشطة التربوية هذه تهيئ الطفل وتنمي مهاراته الحسية الحركية واللغوية. هذا الأمر مش سهل بالنسبة للروضة، لأن الطفل تعتبر رياض الأطفال مرحلة انتقالية، ينتقل الطفل من المنزل إلى الروضة. راح يتلاقى مع أصدقاء جدد، راح يتلاقى مع معلمات مربيات جدد، لازم معلمة تكون الأم الثانية للطفل. صح. لازم تعرف كيفاش تسير مع الطفل، لازم نحترموا شخصيه الطفل، كيما نقولوا الطفل كيما نقولوا عجينه في يدنا ما نديروا كيما نحبوا حنايا، والطفل هو صفحه بيضاء، نعرفوا واش نكتبوا عليها. تسمى الطفل يتعلم من المربيه والمعلمه والام. نعم. البرنامج اللي تقوم به السيده نجات هو برنامج تاري. طيب. وفي كل سنه نحتفلوا بالاعياد الدينيه والوطنيه. جميل. كما اليوم احتفلنا باندلاع الثوره التحريريه، وذلك لترسيخ لدى الطفل حب الوطن والشجاعه والفخر، ويتعلم العمل الجماعي مع الاطفال. جميل يتعلم جدا. عمل جماعي. جميل جدا. جميل جدا. نعم. نعم احنا نشكركم بزاف على هذا المرور ونتمنى لكم ايضا التوفيق في مثل هذا نقولوا سيدي ميسيون. صح هي مهمه. نعم هي مهمه. صح. هي مهمه اللي نتمنى انكم توفقوا وتوفقنا فيها. شكرا لكم. شكرا لصحة على هذا المرور وان شاء الله نشوفكم في حلقات مقبله. ان شاء الله. ان شاء الله. كذلك الاطفال راهم جاهزين حتى نزيدوا نسمعوهم في اداء اخر هذه المره انشوده. صح اخواني يلا. لا تنسوا الشهداء. اخواني لا تنسوا شهداءكم. يلا نبداو. اخواني لا تنسوا الشهداء برافو. كيف لا تفخر ولا تعتز بهذا الوطن وبالجيل تاعو اللي راهو صاعد. انا في قلبي انه نتعرف عليكم واحد بواحد ونعرف اسماواتكم كامل. ياك اعطيني اسمك. جود كيفاش؟ جميل جدا اسمك. وانت ياك كتكوتة؟ علي. علي كيفاش؟ قولي اسمكم كامل، اسم ولقب. ياك هاي علي الحوا. ما شاء الله عليك صاحبي البوغوس. علي الحوالي. ما شاء الله عليك. ايه
أميليا مشريتالين. ما شاء الله عليك صديقي. وحشمان هاوليك ميكروفون ديالك. قولي لي اسمك. سامحني. ماشي بكحول هكذاك. وانت يا اخويا؟ إليان. جميل جدا. إليان كيفاش؟ شاكات إليان نشيش. ما شاء الله ما شاء الله. كتكوتة صغيرة زارة هذه ما تشوفيهاش بس كعبالي بلاح تديها لعندك. ما هي هكا تشوفيها من بعيد. الاسم بتاعك كتكوتة؟ إليان ميحالينا. ما شاء الله عليك. ها روح تقدم حشم. لا لا معليش قولي اسمك غير ملتم. ما حبيتش معليش. واسمه كمال هم بيعوك صحابك. وانت صاحبي؟ كمال كينان. بابا انا عرفنا اسمك. ها محمد بورنان. ما شاء الله عليك. وانت يا وسامك الددرة. ما شاء الله صديقي اياد لوشوب كمال. ما شاء الله. وانت يا اسماعيل. اسماعيل كيفاش؟ صار مازال سارة ما جاتش معليش. إسماعيل كيفاش؟ اسم إيه؟ لا إسماعيل خيمو. ما شاء الله قريب قريب نسى هو شو حفظ الأنشودة ونسى اسمه. كيفاش سارة نسى اسمه؟ وشيم قمرة. كيفاش؟ وشيم قمرة. ما شاء الله. كتكوتة؟ أريناس. أريناس كيفاش؟ رجاي. ما شاء الله أسماءكم كلها جميلة كجمال المظهر اللي ظهرتوا به اليوم والعمل اللي قدمتوه. شكون حفظكم هذه الأغنية؟ شكون حفظكم هذه الأغنية؟ تاتا سارة. تاتا سارة. هاي صفقوا تاتا سارة يعطيها الصحة. تحية الأولياء ديالكم اللي رافقوكم وراهم لهنا في الكواليس هم يطلعوا عليكم كامل من هذي. لهم باي باي. هاملك 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 الأولياء دي لهم باي باي دي لهم باي باي. هذه أجواء صباح الشروق في كل مرة في كل مناسبة في كل عيد نحاولوا نعطوكم بعض من هذه الأحاسيس الجميلة تاع الفخر والاعتزاز عند الشباب ديالنا رجال الغد ونساء الغد. صح زهرة؟ نعم فضل. أكيد فنروح مباشرة متواصلين مع روبورتاجات الزملاء المراسلين من مختلف الولايات فراح نشوفوا مع بعضنا مركز التعذيب الكوليج ببرج زموره الذي شاهد على بطش المستثمر الفرنسي واهات الجزائريين. نتابعوا مع بعضنا مشاهدينا الكرام ريبورتاج الزميل عفوا بلال اصيف ولا نعوده. من كل جهة عذبوا شي مئات 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 العمية فيهم حتى النساء عذبوهم هنا عذبوهم يعني داروا شيء اللي ما لا يطاق. ما زالت المدرسة الابتدائية حموش أحمد الزين حاليا أو مركز التعذيب الكوليج سابقا يروي حكاية بطشة وتنكيل الاستعمار الفرنسي في حق المجاهدين والشهداء الذين بلغت أوجاعهم وآهاتهم عنان السماء. الثورة هنا تطورت بشيء 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 كثير وعادوا يجيبوا على كل حال المواطن المسكن لهنا للسجن عذبوا الناس بالملعل والناس بالتريسيتي عذبوا الناس بشيء شيء فظيع. من التعذيب اللي كانوا يعذبوه كان واحد يقول اسمه محمد بن سعود نشروه فوق الشمينين نتاع فوق الشمينين نتاع 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 كوليج والنار تشعل المسكين ويعيط من العذاب الناس كل تسمعوا سبع ايام ثمان ايام هو في هذاك الحال المسكين حتى تستشهد. تعذب فيه يعني المجاهدين أبي هو الأول يعني بركان عبد المجيد هزته يعني فراسه جاو هزوه منا من هذه الزاوية اللي كان ينشط فيها مع المجاهدين مع عائلة بلعزوق وبني علا وبنزات وكل تميزم وكي جاو الدواء عندما يحكي لي يعني قصة غريبة جدا ويعني مؤسفة وداروا له العذاب يعني في التريسيتي في وذنيه في الجسم نتاعه الكلية داروا له يعني أكبر عذاب. الكوليج هو آهات هو دموع وهو دماء المجاهدين والمناضلين من أهل زمرة. فقد تحول مركز التعذيب بعد الاستقلال لحصن علمي وتربوي بامتياز وتخرج منه إطارات وكفاءات وطنية. اليوم الحمد لله هو معلم تربية معلم للتعليم ويحقق نتائج ممتازة جدا وتخرج منه آلاف من إطارات في الجزائر منهم اللي راه وزير ومنهم اللي راه مدير عام والحمد لله اللي استقلينا ورانا إن شاء الله عايشين أحرار لأن والدينا تعذبوا وأدوا يعني الكثير يعني باش احنا نعيشوا أحرار ونعيشوا يعني وإحنا رسالنا مرفوعين في هذا الوطن إن شاء الله. ليغلق بذلك باب من أبواب الاستعمار الفرنسي الغاشم دون كسره ليكون بذلك ذاكرة وطنية تخلد تضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
صدقوا مع هذا الله عليه، كما صدقت يا بلال يا بوصيف على هذا العمل، بلال أسيف على هذا العمل الرائع اللي بصمت عليه اليوم ورسلتنا به من خلال هذه الذاكرة لعاوننا استرجعنا بها ما خلف الاستعمار من دمار في هذه الأرض الطيبة الحبيبة. نعم مشاهدينا كنا متواصلين معكم في بقية المحطات، ويحضر معنا ضيف لي راح نتناول معها نعم موضوع إدراج التربية المرورية في المقررات المدرسية. طيب يحضر نعم. معنا السيد عبد الباسط حوحو اللي هو متخصص في تعليم السياقة المرورية. صباح الخير، مرحبا. صباح الخير، أهلا بك. طيب أهلا بك، مرحبا. راحتك الخير. احنا على بالنا باللي كل ما ندخلوا في الشتاء، يعني كل ما نكونوا في فصل الشتاء كل ما تزيد الحوادث المرورية، وحتى في فصل الصيف يعني كاين يمكن فصول تكثر فيها الحوادث المرورية. فجميل جدا توعية التلاميذ وتوعية الأطفال الصغار والجيل الصاعد في التربية المرورية، وش رايك في إدراجها في المقررات المدرسية؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إدراج المقرر هذا يعني هو يعني نورمالمون يعني هو عنده فوائد خاصة في الطفل، يعني يتنامى معاه ولا يكون معاه، يعني يعود في سلوكه اليومي، يعود عنده في سلوكه اليومي، قادر يكون هو بعد يعني يوصل رسالة، يكون هو جزء من السلامة المرورية صح. من الصغر يعني يعود عنده أسس وقواعد وملم نوعا ما للأساسيات القانون المرور، مثلا اجتياز طريق ممر رجلي، يعود مثال يعرف الأضواء الثلاث، يعرف المعنى تاعها، هذه قادرة تجنبه لحوادث مرور ولا تحدث إلى خطر له. هو ديجا احنا نقوله في المقرر الدراسي هذا المدرج يكون كمشاة أو راكب أو كسائق، يعني يعتبر كسائق دراجة هوائية أو تروتينات، أو وهو يعتبر جزء من الطريق. نعم تفضلي تفضلي زهرة تفضلي. أنا كان عندي سؤال على وشني هي أهم الأشياء سي عبد الباسط اللي لازم علينا اليوم أنه تكون حاضرة في المنهج هذا ويتعلموها الأطفال؟ نعم المنهج هذا لازم يكون عنده صداع. هنايا نحاولوا احنا نتمنوا ولا نحاولوا نوصلوا الى اقل نسبه من حوادث المرور او الاضرار الجسمانيه. كيف هذا؟ وش لازم يتعلموه؟ وش لازم يتعلم؟ يتعلم على الاقل اساسيات الطريق، مثلا اجتياز الطريق، مثلا كيف يجتاز الطريق، يعني ديجا الطفل هو عنده طابع اندفاعي، مثلا خروج من المدرسه في سن الابتدائي يخرج يركض الركض بدون نظر الى اليسار او اليمين الى قارع الطريق، او الاطفال بطبعهم اجتياز الطريق يخرج ما بين سيارات صح. سياره ديجا حقل الرؤيه تاعو يكون ضيق بارابور الانسان الراشد او الانسان البالغ، الانسان البالغ 180 درجه، اما الطفل الصغير او سن مبكره قادر يكون حوالي 100 درجه او اقل ربما. مثلا اللعب، ساعات نشوفوا اطفال لعب، هو نقولوا حنايا كي يجي يقطع الطريق مثال سواء راكب مع سياره الاهل او وسائل النقل المدرسي سواء حافله او النقل المدرسي المتوفره في مؤسسات خاصه او عامه، على الاقل يعطي اشاره للسائق وينتظر الوقوف التام باش يقدر يقطع، ولا يستعمل اشارات اليد، ولا يروح لمكان مفتوح مكان السيارات ولا طريق ضيق يقدر يتجاوز به الطريق هذه، او اللعب في الطريق مثال في المساء تلقاهم يلعبوا بار اكزومبل في التروتينات او الدراجه الهوائيه، يولي يعرضه للخطر. نعم صح صح صح. هل سبق وطلعتم على اهم المقررات اللي راح تدرج في نعم يعني نعم. طلعنا على المقرر في الرزنامة وهو يعني بشراكة بين وزارة التربية ووزارة الداخلية بمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، هو يعني يشمل الأطوار الثلاثة ويخصص ربما بداية الانطلاقة هي في الطور الابتدائي
على الأقسام الخمسة، وهو يشمل كمشات وكراكب وكسائق. صح، هي خطوة ومبادرة جميلة جدا، لأنه أنا نتذكر لما كنت صغير كان فيه نصوص في كتاب القراءة خاصة تاع السنة الخامسة، مازال نتذكروا هذيك تاع الزويق توقفت السيارة، تذكره هذاك على الطفل اللي كان يلعب في الشارع وهربت له الكرة وراح وكان راح يكون في حادث، وبعد تعلمنا منه أنه ما لازمش نقطعوا الطريق وحنا نتجاراو. وكذلك لما كنت صغير أنا نتذكر كانوا ياخذونا رحلة خطرة في الفصل ولا المدرسة اللي فيها ساحة كبيرة وين الأرض تكون مسبوغة بهذيك إشارة المرور وبالبطوات وكل شيء، هذا الشيء لازم يعاود يرجع. هذا شيء يعني حنايا نصنفوه وكان سمحني وكان رفقة أفراد وأعوان الشرطة كان معنا. إيه؟ هو يعني هي يوجد نوعين، كاين أنشطة تعليمية يعني نقول أنشطة صفية والأنشطة لا صفية. طبعا الأنشطة الصفية يعني هي تعليم الإشارات العمودية، بار اكزومبل الإشارات لي بانو، مثلث مربع دائري بالالوان، ديجا الاشارات المرور فيها نوعا ما الالوان. صح، والطفل الصغير يميل للالوان. صحيح، يميل للالوان. اما الانشطه اللا صفيه بار اكزومبل خرجات ميدانيه، بار اكزومبل حضور رجال الشرطه، رجال الحمايه المدنيه، تجسيد ولا مجسم صغير لحركه المرور، نعطيو لهم مثال حادث مرور كيفاش يتصرف. صح، كيفاش هو ديجا الطفل يعني عنده ذاك الحب الاستكشاف هذاك. إيه. وهو كيشوف يبدا يوصل الرساله، قادر يولي هو سفير للسلامه المروريه. شفت؟ صح، قادر يكون هو سفير يوصل معلومه. قادر طفل صغير تلقاه راكب بار اكزومبل مع الوالدين، ربما كيشوف حاجه يسال الاب او الام لهم يسالوا. هم يسالوا هو ديجا راهو يبدا يتثقف. إيه. ربما يتعلم كيفاش يستعمل الحزام الامن، سواء الحزام الامن الامامي او حزام الامن الخلفي. صح صح صح، احنا للاسف ما نستعملوش. وكاين كذلك ربما الخطا اللي نديروه انه الاولياء يرتكبوا اخطاء في المرور تاعهم ولما يكونوا يسوقوا قدام اطفالهم، فحبيت يقلب. قادر في هذه، قادر الطفل كيعود يعني ربما يعرف اشاره، مثال اشاره قف أو إشارة ولا الأضواء الثلاث، الأحمر منع السير والأخضر مسموح السير، هذه قادر يشوف مثال أب غلط ولا لم ينتبه، ولا احنا نقول لم ينتبه، قادر الابن يمد رسالة. صح، يوجه رسالة. صح 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 صح, صح أكيد أكيد. وهذه يعني هو علاش كنا احنا هو يكون يعني هو ربما هو يكون يعني يمد يعني تحفيز للمجتمع. ونحاولوا مثال في الدول الإسكندنافية إدراج للتربية المرورية من قديم الزمان، يعني هم يحاولوا يوصلوا إلى صفر حادث مرور. أكيد بداوا من الصغر ويبداوا يطلعوا معهم في الأطوار الثلاث. نقولوا الصغر شحال العمر لازم؟ أه؟ نقولوا الصغر من الصغر شحال في عمره لازم يبدأ يتعلم هذا الشيء؟ حنايا نقولوا حنايا هو مدرج من الطور الابتدائي. جميل، علاش ما ندرجوهش ما أقل من الابتدائي؟ دور الحضانة، الأهل. أه. طفل عمره 3 سنوات او 4 سنوات كي يخرج مع الوالد ولا الوالدين العشيه مثل وقت المساء، يعلمه كيفاش يقطع الطريق، ما يخليش يلعب في اماكن السيارات ولا اماكن ركن السيارات لي باركينغ، وهذا خطير. صح، ما تشوفوش هو ديجا يكون هو ديجا قصير القامه. اكيد، وعدم الرؤيه وعدم تمييز اضواء السياره الخلفيه والاماميه، مثل سياره رجوع الى الخلف اشعال اضواء هو ما يميزهاش، ترجع عليه السيارة إلى الخلف، هو في الفكرة نتاعه السيارة تمشي إلا إلى الأمام. صح 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 صحيح. صح، نعم، جميل جدا. وسختو كي يتعلق الأمر بأطفال صغار يعني مع إشارات مرورية نشوفوها أنها حاجة كبيرة عليهم، لكن مليحة أنهم يكونوا مثقفين. نعم. كنا تناولنا موضوع المقررات وموضوع دمج وإدراج هذا المادة، فيمكن أنت وش هو رأيك ولا وش هو نصيحتك للأولياء؟ هل تنصحهم بدعم أولادهم في هذا المضمون ولا كيفاش؟ واليوم وش نصيحتك يمكن الأولياء في هذا أصدقاء الأولياء؟ نصيحة اللي نقدموها للأولياء ولا لأي مربي. نعم. أي مربي هي يحاول يوصل الله يعطيهم مفاهيم قانون المرور، لأساسيات قانون المرور. هذه من علامات تطور نلاحظ الدول بصفة عامة مدرجة من قديم الزمان. كانت في الجزائر مدرجة سنة 1987
وللأسف لم تطبق إلى يومنا الحالي. نتمنى تدرج وتكون يعني مستعملة. هذا يعني نحاول نتجنب به، على الأقل نعطي لهم إشارات المرور العمودية ولا كيف اجتياز الطريق الأساسيات مثل ممر جيلين أو الممرات العلوية. صح، ممرات العلوية، وإلا اجتياز الطريق عند النزول من الحافلة أو السيارة، يستاج الطريق خلف السيارة، ما يجيش أمام السيارة ويقطع، خطر ما فما الرؤية تقدر تكون منعدمة، الوقت اللي يخرج فيه تكون السيارة القادمة في الاتجاه، ولا السير في الممر الراجلين أو حواف الطريق، لابد السير عكس اتجاه لرؤية ما هو قادم، ما يمشيش نفس الاتجاه تكون السيارة خلفه. جميل جدا اللي تناولناها اليوم. خلينا نقولوا بلي مازال في العديد من الايام الاخرى ان شاء الله، اذا كنت حاضر معنا السيد عبد الباسط حتى نزيدوا نفصلوا اكثر في اشياء اخرى اللي تخص قانون المرور الجزائري، حتى الناس تعاود نرجعوا لهذيك ما كاش حوادث والسيارات اللي نعم. ها نعم ان شاء الله. يعطيك الصحة، مرور كان جميل جدا، نتمنى نشوفك في حلقات اخرى كيفاش تعلمنا. احنا نعرفوا سوقوا بصح شويه نسينا الكود. ان شاء الله ما تبيعيلوش نهار حكمتيني في الرمبو حارق. سير بيع له في الحلقات الجايين، بيع له. شكرا لك، يعطيك الصحة. يعطيكم الخير اخي الكريم. شكرا لك، شكرا لك. تبقى معنا فقط حتى هذه المرة نروحوا نديروا تحويسة. هذه المرة رحنا في المرور قاعدين، ولكن هذه المرة نروحوا مع زميلنا زكريا فريدي اللي كان عاش مع الأطفال كيف احتفلوا بعيد الثورة في صالون الدولي للكتاب، ولكن في رمزية أنه كانوا حاضرين في جناح فلسطين، هذا البلد الحبيب. شفنا الأطفال الجزائريين كيف احتفلوا بعيد الثورة وكذلك مساندة لهم لقضية الفلسطينية. تابعوا معنا. هكذا اختار الأطفال الاحتفاء بالذكرى 69 لاندلاع الثورة الجزائرية على هامش الصالون الدولي للكتاب. نشاطات متنوعة قدمها التلاميذ طيلة العرض. هي مجموعة من النشاطات الثقافية والفنية التي ارتأت، على سبيل المثال مثلا رائعة سميح القاسم منتصب القامة أمشي التي أداها مارسيل خليفة، غناها التلاميذ وأنشدها بكثير من الحب وتعلقوا كثيرا بهذه الأنشودة، أيضا موطني وغيرها. القضية الفلسطينية كانت الأهم، كيف لا وهي قضيتنا المبدأ. قمنا بهذه الأنشطة لتضمين إخواننا الفلسطينيين، قمنا بمسرحيات وأغنيات. الهدف أنه أن نرسخ القيم الإنسانية والأخلاقية في هذا الجيل، لأنه نحن كجيل تشبعنا حقيقة من خلال المدرسة العمومية الجزائرية كيف نتغنى بالوطن، بحب الوطن، بلاد العرب، أوطاني وغيرها. الأطفال في حضرة الكتاب، إنها الفرصة وجاءت. جينا اليوم المعرض الكتاب بمناسبة أول نوفمبر وشريت كتاب لأختي الصغيرة. مناسبة يوم أول نوفمبر جئنا اليوم في معرض الكتاب لكي نرى الكتب والقصص. لا أجمل من أن تزرع حب الأوطان في نفوس أطفالنا، والأجمل أن ينهضوا على القومية العربية والقضايا الأم، ولا أجمل من جيل يقرأ. جميل زكريا اللي جو ديجا في اربقه السيله بصحتك لو سالون دو ليفغ الثاني مع اطفال اللي راهم يحيوا في كما قلت سبق وقلت صالح في الذكرى 69 لاندلاع الثوره مع اطفال وكذلك نشوفوا باللي هما كذلك راهم مساندين للقضيه الفلسطينيه، وكما قلنا بالامس انه الجزائر وفلسطين بشيق ما ناش نساندوا في القضيه، ولكن نحن اصحاب القضيه كذلك اكيد كما يخص هذا الموضوع اللي تكلمنا عليه هذه الايام. ما زنزلوا نتكلموا عليه، نروحوا الفقره المواليه. نحبوا نرحبوا نقولوا لزميلنا زكريا يعطيك الصحه، ونتمنى انه كل الروبورتاج تاعك يكونوا ملاح ويكونوا فيهم هكا لمسه جميله اللي تميزك عن باقي المواضيع. طبعا سلاح بيقول الصالون الدولي للكتاب اللي مازال متواصل، كيقولوا كتاب نقولوا ثقافه نقولوا فهم نقولوا وعي نقولوا اشياء جميله. هذا الشيء يعرف له المختص الثقافي تاع البرنامج صباح الشروق اللي هو محمد موفق. قولوا صباح الخير
توحشناك. صباح الخير زهرة. صباح الخير محمد. أنا تاني توحشناك. عيد ميلاد سعيد. يعطيك الأفراح والأعياد. شكرا شكرا لكم. ما تقولش ما تقولش. طالع هدي 33. الله يبارك فيك. ما شاء الله. الله يبارك فيك. إذا تحية وطنية لكل شهدائنا الأبرار أكيد وإخواننا في فلسطين وغزة على الأوضاع اللي راهي تمر بها في هذا اليوم المجيد. إذا كنت تحدث صلاح وزهرة عن الصالون الدولي للكتاب في الطبعة 26 ديالو، هذا الحدث الثقافي المميز اللي راهي تشاهده الجزائر أكيد. حبيت نقول أنه هذه الطبعة 26 كانت فيها ضيفة شرف اللي هي إفريقيا تحت شعار إفريقيا تكتب المستقبل، وكانت وزارة الثقافة خصت جناح خاص لغزة أكيد اللي كانوا فيه مجموعة من الكتب اللي تحكي عن تاريخ القضية الفلسطينية. لكن قبل ما نبدأ وحبيت نحط المشاهد في الواجهة، نعطوه بعض المواعيد الثقافية لأنه المعرض مقسم إلى فضاءات، عندنا الفضاء المركزي، عندنا الفضاء الخاص بالأطفال وغيرها، وفي كل فضاء إلا ويكون فيه نشاط أو ندوة معينة. يلا مشاهدينا نبدأ مع أول فضاء، الفضاء الرقمي. الفضاء الرقمي اليوم مهم، ديجيتال نعرفوا أنه راه عنصر مهم، وأكيد راح تكون فيه ندوة حول دور الرقمنة في الحفاظ على التراث والذاكرة اللي راح تبدأ من الساعة الواحدة زوالا حتى الساعة الثالثة، اللي راح يديرها مجموعة من الشخصيات المهمة. يلا نزيدوا موعد آخر، دائما نبقى الجناح المركزي فضاء إفريقيا، راح تكون الذكرى العاشرة لرحيل نيلسون مونديلا هذا الزعيم، أكيد ندوة ثانية خاصة اللي راح يديرها مجموعة من المختصين اللي راح يكونوا حاضرين أكيد من إفريقيا، الجزائر وغيرها كما نشوفوا في الصورة. نزيدوا موعد آخر، قاعة التاسيلي أكيد اللي راح تشهد مجموعة من الندوات متعلقة بهذا اليوم التاريخي، عندنا تاريخ وذاكرة نوفمبر في قلب سيلا اللي كان راح تنطلق، ممكن راهي انطلقت من العاشرة حتى الواحدة، عندنا منارات مفدي زكريا وكذلك كتابات حول نوفمبر مجزءة إلى ثلاثة أجزاء، كلها ممكن مواعيد تهم متتبعي الشأن اللي حبوا الكتابة وعالم الكتاب. نزيدوا بوست آخر يعطيه لنا المخرج، فضاء غزة أمسية شعرية تضامن مع غزة، وهذا الفضاء راه ناشط وبقوة نظرا للأوضاع كما قلنا اللي تمر بها فلسطين وإخواننا في غزة. يلا الجميل كذلك في الصالون الدولي للكتاب محمد لو توافقني، راي الناس المولعه بهذا النسخ الورقيه والمؤلفين ديالها هي اللقاءات اللي تكون ما بين المؤلف ايه والانسان اللي يحب كتاباته ويحب ما يكتب، فصالون هو فرصه حتى نتلاقيو بهذا الناس اكيد بمجموعه من الكتاب والاسامي المهمه في عالم الكتابه. ممكن صلاح وزهره وشنو هو الشيء اللي اثار انتباهكم في الصالون الدولي للكتاب؟ ممكن تبحثوا عن بعد او عبر ثمن الكتب. ثمن الكتب شوف كاين كتب في يشوي لا لا يعني كاين كتب في متناول في إيه؟ متناول الجميع بالخصوص الكتب المدرسيه والكتب الخاصه بالاطفال انا كنت اقتنيت، لكن الكتب الخاصه بالكتب نقصد بها الروايات او حتى النصوص القصصيه وغيرها ثمنها شويه باهت بالخصوص على ممكن طالب او شخص عادي ممكن راح يقتني كتاب، انا نقدر نقصوا شويه في سعر التذكره حتى يقدر كامل يشري كتاب. انا اللي لاحظته واللي عجبني خاصه هو حسيت انه تزاد تفسح اكثر، لانه نذكر في النسخ اللي فاتت كانت فيه بعض الاجنحه هكذا تلاصقه مع بعضها، خاصه الكتب تاع سوريا تاع هذوك الدور اللي كانوا في الاخير تاع الجناح دائما تكون ديكسه، هذه المره شفتها مشروحه محلوله مليح، وكذلك التوقيت. شوف التوقيت كان مهم اليوم يبدا من العاشره صباحا حتى العاشره مساء، يعطينا وقت ما عندنا الوقت وما الناس اللي ما عندهمش اللي نقولوا لون كومبرومونت ما تخليهمش يلحقوا في الوقت يقدر يروح فان جورني موفق نورمالمون لي فوار، بما انك يعني انا كون جيت كاتب وكاريا انستون ما عندي علاه نغلقوا يعني يكون يبقى مفتوح 24 ساعه ماشي 24 ساعه بصح هكا 22 حتى العاشره هذا شيء مهم انه المحافظه اكزاكتومون المحافظه اخذته بعين الاعتبار وحتى وفرت وسائل النقل حتى تسهل التنقل بالخصوص الطلبه ولا الناس اللي يقدروا يروحوا الى سافيكس او المعرض الدولي للكتاب في طبعته 26 كما قلنا تحت افريقيا تكتب المستقبل. كنا البارحه اثرنا نقطه زهره وصلاح مع زهور رئيسة التحرير وشيء أن نبهتني ليه هي إفريقيا تكتب المستقبل، احنا إفريقيا دائما حاضرة هذا العام راهي ضيفة شرف، لكن السؤال المحوري هل إفريقيا ما تكتبش؟
نعم. هذا هو السؤال اللي خلانا اكيد ممكن الجدليه اللي لازم يعني وكأنه حدث مهم صح 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 انها تكتب صح صح نعم. هاد النقطه لازم لها نسطروا عليها بزوج سطوره ثلاثه اكيد اذا كما قلت لكم على افريقيا حاضره والندوات الخاصه بكل ما له علاقه بالتصوف المشترك ما بين الجزائر وافريقيا حاضر وكان يديروه مجموعه من المختصين اكيد عبد الباقي خضر محمد مدير المركز النيجيري للبحوث العربيه كان حاضر ولقى اقبال كبير من طرف وسائل الاعلام اللي كانوا حاضرين وحبوا ياخذوا منه كلمه لانه متحدث مهم يلا نسمعوا فيها التصريح واش قالنا ونرجعوا نعلقوا عليه يلا. اولا والفنون وشكر خاص لمعالي وزيره الثقافه دكتوره سوريه على الدعوه الكريمه والمنظمين او فريق العمل الذي عمل وأنجز هذه التظاهرة النسخة 26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب. لنا الشرف بأن تكون لنا مداخلة أو في الفعاليات الثقافية المصاحبة للصالون في ندوة المشترك الصوفي الجزائري الأفريقي وكذلك اليوم في محاضرة عن المستعربين الأفارقة وتحديات الهوية. وهذه المشاركات هي تمثل لنا فرصة وسانحة لنلتقي بالمثقفين والمفكرين الجزائريين والعرب عموما ولنتناقش ونتشارك الهموم وأيضا ليستمع إلينا ونستمع إليهم ولعل في ذلك ما يثري تجاربنا وما تثري تجاربهم أيضا في سبيل الهموم المشتركة التي نحملها في مجال الثقافة والفكر لدعم قارتنا الأفريقية. جميل أن نضع النقاط على الحروف نعم. لمثل هذا الهموم أكيد اللي تخص الشأن الثقافي وبالخصوص في مجال الكتابة ونعرف أن الكتابة عندها دور مهم في كتابة وتجسيد التاريخ وبالخصوص في مثل هذه المناسبات الوطنية حتى نشأ جيلنا الحالي ونعرفوه بتاريخه أنه أكيد تاريخنا اللي نفتخر به يلا نروح إلى محطة ثقافية أخرى نروح إلى موسم الرياض وين شفنا العديد من التظاهرات كان تم تجميد مش تجميدها وانما توقيفها هنا في الجزائر والغاء بسبب الاوضاع اللي تمر بها غزه حتى في بعض المهرجانات الكبيره مثل مهرجان القاهره السينمائي الجونه وغيرها تم تاجيلها اكيد الى انه شفنا موسم الرياض كان حاضر بقوة نقدر نقوله لكن هذا قابله سقط كبير من طرف المتتبعين أكيد لأنه المهرجان فيه حفلات فنية فيه عروض أزياء فيه ترويج لماركات عالمية كبيرة وكأنه كل شيء على ما يرام اكزاكتومون حتى لكن المخرج بركي خلينا الفيديو يمشي نشوفوا بعض الصور اللي ممكن ما تتماشاش إذا العنوان وحده موسم الرياض بتوقيت غزة والله شيء أكيد غريب. ما تخونني الكلمات او التعبير عن مثل هاد الصور اللي رانا نشوفوها كانوا قادرين يحبسوا والمشكل انه كانت فيه شفنا موبايلات كبيره وكنا شفت تصريح من إليسا اللي قالت يعني لو كان يحبس المهندس ويحبس الطبيب ويحبس نحبسه حنا الغناء لا نعم. زهره اكيد ناخذ مثلا إليسا وحدها نقدروا نقولوا قادره تدير حفله وحده ممكن تخدم عليها العام كامل انك تاجلي حفل ويكون عندك موقف نعم. انساني يعني يكون جا عندها موقف على بلدها فقط هي لبنان ايضا لبنان. في حصار زهره هذا رايها هي شخصيا انا شفت من رأي شخصي عمرو دياب كانت عنده جوله كامله في مدن كبيره عالميه قال لهم لا ماشي توقيت احتفالات ولا أكيد أكيد. الموقف تاع كذلك محمد رمضان يا جماعه راهو خاطر نمبر 1 عن حق وجداره لانه صح. خاطر بمسيره تاعو والمعجبين تاعو في كل العالم ليس فقط العالم العربي غير على جال هذا الامر اللي نمر به اليوم نعم. والمشكل تاع موسم الرياض كانت في حفلات على الركح وحفلات اونلاين غريب الامر غريب في الوقت اللي غزه تنتظر منا خلينا نقولوا مبدا وتخلي تنتظر منا مسانده كبيره فيه ناس راهي تعيش حياتها احنا نحكيو على الجزائر احنا مرفوعين الراس لانه وزاره الثقافه اخذت موقف وجمدت كل واجلت كل التظاهرات الثقافيه وحتى التظاهرات اللي رانا نعيشوها ممكن يعني مثل ما معرض الكتاب كيفاته
نعم حتى الذكرى عندي لعطارة يعني هو حدث جد مهم. حدث جد مهم. تم يعني وهكاك وحبسنا كل الاحتفالات. الجزائر في السنوات اللي فاتت كانت مكة وقبلة الثوار وستبقى على هذا الطريق ولن نحيد. إن شاء الله يا رب. صح. إذا وإحنا دائما الأغاني الوطنية والفنانين توعنا حاضرين لأنه الأغنية الوطنية جد مهمة بالخصوص لما نقولوا نادية قير في عودتنا أنها دائما ترجعنا إلى الماضي وتعطي له صورة جميلة وبطريقة تتماشى مع صوتها أكيد والطيارة السفرة أكيد ما كانش فينا اللي ما يعرفش هذه الأغنية قامت بإعادتها بطريقتها الخاصة وتعاونت فيها مع المخرج علي جابر أكيد والفن والموزع الكلمات فريد عوامر رح نسمعوا أنكسري منها وراجعين مشاهدينا. إذن كانت هذه طيارة السفرة بصوت صوت وصورة أكيد. نعم. صح يلا مشاهدينا قبل ما نختم صلاح وزهراء أنا دائما راح نولي في من خلال فقرة زومار نروح إلى معلم ثقافي حتى نحكي رمزيته وتاريخه ونعرفه بالمشاهد عليها ونقدمه ممكن حتى بعض المواعيد اللي راح تكون في هذاك الركح الثقافي اللي راح نروح له. أنا اليوم اخترت سيلة درت زيارة حتى نحط المشاهد على أهم الأروقة اللي كانت حاضرة الإصدارات وغيرها وتقرر خلالك من الناس والزوار اللي كانوا حاضرين لأنه هم العنصر المهم في نجاحات التظاهرة حتى يتعرفوا عليه أكثر ولما لا تكون لهم زيارة. أنا أقول لكم زهرة وصلاح يعطيكم الصحة شكرا ونتلاحوا الأسبوع المقبل إن شاء الله. يعطيك صحة محمد موفق. نذكروا فقط أنه مصر الصالون الدولي الكتاب في طبعته تاع هذا العام يغلق بوابه يعني تخلص الطبعة يوم الرابع من نوفمبر. هي فرصة اليوم عطلة غدا إن شاء الله الويكند راهو جاي حتى نخدو روحنا وابنائنا ونكتشفوا الاعمال الجديده هذه. شكرا شاهدوا نعم. محمد يلا صباح الخير مشاهدينا مرحبا بكم. اليوم رانا متواجدين في الصالون الدولي للكتاب بالجزائر في الطبعه 26 ديالو. اكيد افريقيا هي ضيفه شرف وفلسطين حاضره وبقوه بجناح مخصص من وزاره الثقافه. انا راح نديكم في جوله خفيفه ظريفه حتى نتعرفوا على اهم الاصدارات ونتعرفوا اكثر على عالم الكتابه مشاهدينا. ما تزابيوش بقوا معايا وتبعوني. مشاهدينا نحن متواجدين بالجناح الخاص بفلسطين وحاضر معنا ناشط حقوق فلسطيني شريف الصباط اكيد للحديث اكثر عن اهم الاصدارات وعن الوضع اكيد اللي راهي تمر به غزه حاليا. اول سؤال نقدر نطرحه لك شريف، اليوم انت هنا متواجد بالجزائر اخواننا في غزه، كيفك تعيش هذا؟ اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نجد ان من خلال تجولنا في اروقه هذا المعرض نجد وزارة الثقافة الجزائرية قد احتضنت دولة فلسطين وخصصت لها من جناحها الخاص بعرض كتب لكتاب فلسطينيين وشعراء فلسطينيين وتخصيص شاشة عرض في القاعة لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني. اليوم انت متواجدة في المعرض، واش جيتي ديري؟ اسكو جيتي تشوفي وتدي فكرة ولا تشري كتابات؟ جينا نشري كتابات طبعا، بحكم تخصصنا في الأدب العربي وحبنا للأدب العربي دفعنا للمجيء إلى هنا. عندك عناوين ممكن هاي في راسك تعطينا بعض العناوين؟ نعم طبعا، مثلا رواية للدكتور عمرو عبد الحميد في اسمها الجزء الثالث من رواية أرزيكولا وادي ذئاب المنسية. مشاهدينا كما كنتم تشوفوا رانا متواجدين بالجناح الخاص بافريقيا اللي هي ضيفة شرف وحاليا راها تقام ندوة كما كنتم تشوفوا معنا، ندوة خاصة بالمستعربون الأفارقة. اليوم رانا نشوفوا فيها إصدارين ممكن تحمليهم حتى يشوفهم المشاهد. عندنا رواية وعندنا مجموعة قصصية على ما أظن أو نصوص مجموعة نصوص. يلا نتحدث عن شياطين الإنس أول شيء، كيف جاتك الفكرة؟ الفكرة جاتني من كثرة مشاهدتي ربما لمسلسلات ولا أفلام الأجنبية اللي تتعلق بالجريمة، الجريمة المنظمة وما إلى ذلك، باعتبار أنه شياطين الإنس رواية بوليسية تطرقت إلى تناولها من مختلف الجوانب. ومعايا طالبتين في قسم علوم الإعلام والاتصال، اليوم أكيد جيتوا تحوسوا على كتب عندها علاقة بالمجال ديالك. نعم أكيد جينا نحوس على كتابات عندهم علاقه بمجال الاعلام والاتصال والصحافه خصوصا. كان هادو بعض اجواء الصالون الدولي
أسعار الدولي للكتاب. شفت الحلوية. أنا نشوف شردي لي عقلي بهذا لابيل ديكوراسيون. نعم. أهلا غنادي. نعم اليوم درنا هنايا درنا كيك صالي. الله يكيك اللي درنا لنا صالي لداخل. حشينا بكريمة الجبنة وكذلك حشيناه لداخل بالطون. وهنايا درنا كيك ديزال اللي درنا له لهنا شبهنا بالعالم تاع الجزائر وفلسطين. نعم. والداخل لدان لا يفترقا. نعم. والداخل درنا الحشو تاعو درنا انكاناج بلوس كاراميل بيغ صالي شوكولا مكسرات كل واحد الحشو يكون اختيار. على حمو جبتش الموس. تما ما ندوقش ولا كيفاه. نو سلام جبت الموس على روحي حبيتك تدوق الصالي انا. لا صعيبه شويه صعيبه من بعد من بعد نقول لكم راهي غدوه. دونك ما حبش يدوق. دوق انت. ما قادرش. يا تبادي فيها انا. نو انا ما عندي حتى شك في معليش في لوغو تاع نديم يعطيك الصحه نديم. الله يسلمك. فرانشمون برافو تمدنا دو بون زيدي والله. فرانشمون يعطيك الصحة. الله يسلمك. يعطيك الصحة والله. أبدعت كالعادة شيف نديم، نشكرك على كل ما قدمته في هذا العادة، نلتقي بك غدا. إن شاء الله. أوكي حاجة جديدة؟ إن شاء الله. حبي الويكاند؟ إن شاء الله. جميل جدا. سارة يعطيك الصحة. ميرسي بوكو صلاح. شكرا لك. عودة مينونة ميمونة. خلاص البرنامج خلاص الحرام. نعم. شكرا لك زهرة ونحب نقول في نهاية هذا العدد المجد والخلود لشهداء الجزائر وسنعيش على هذا الأرض. أحرار سنمشي منتصب القامة نمشي ومرفوع الهامة نمشي المجد والخلود لشهدائنا عاشت الجزائر ولتحيا فلسطين عاشت الجزائر حرة مستقلة إن شاء الله يا رب ونصر قريب وإيقاف نار يا رب يا رب يا رب في أقرب وقت على إخواننا في غزة وفي فلسطين قضيتنا واحدة وإحنا داعمينكم وإحنا وانا معاكم وحاسين بكل ألم راكم تحسوا به فمشاهدي الكرام نقول لكم بقوا على خير نتلاقوا غدا إن شاء الله بقوا أوفياء لبقية البرامج مع السلامة.